بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح احنا كنا بنتكلم على البيزكس بتاعت الكونتراكت وايه هي الاليمنتس للكونتراكت. طبعا احنا ما بنتكلمش على الدوكيومنتيشن بتاعت الكونتراكت، احنا بنتكلم على عناصر العقد، اللي هي اول حاجه طبعا يبقى في اوفر، وبعد الاوفر يبقى في اكسبتنس، بعد الاكسبتنس يبقى في كونسيدريشن. دول الثلاثه الاساسيين. بعد كده في حاجات تانية، ايه هي الشروط بتاعتها؟ ان يكون الاصل جينوين، ان يكون في عندنا ليجاليتي، ان يكون العقد ما ملوش علاقه باي حاجه ملهاش، او احنا بنتكلم على اي تصرفات غير اخلاقيه او غير قانونيه بمعنى صح. الحاجه اللي بعد كده ان احنا ابتدينا بقى نتكلم ازاي اللي يحصل بريتش للكونتراكت، ازاي اعمل فسخ للعقد. امبارح حصل ان احنا اللي انا بعد المحاضره بعت للشباب على الجروب حاجه كنت اخدتها، الجلوسري، كنت اللو جلوسري اللي خدته من مراد، وبحيث ان الناس تبقى حتى الترمينولوجي تبقى اوير بيه. وقفنا امبارح عند الاي كونتراكت، كنا بنتكلم على ايه هي، ان في حاجه اسمها اي كونتراكت واي سيجنتشر. الاي كونتراكت والاي سيجنتشر، ان احنا بنتكلم الاي كونتراكت ان احنا عندنا دلوقتي عقود اللي احنا بنقول عليها في حاجه اسمها الاي كوميرس. الاي كوميرس اللي احنا بنشوفها دلوقتي ان احنا بتشتري عن طريق الانترنت، ان العالم الدواء كمان بيزيد وبيكبر، فابتدى يبقى في حاجه عندنا اسمها اي كونتراكت. ابتدينا نعرف ان لازم عشان تبقى في اي كونتراكت لازم تبقى في مواصفات معينه، ففي مينيمم ريكويرمنتس الريميديز مثلا بتاعتها افيلابل تو ذا باير اف اني اوف ذا جودز كونتراكتد ار ديفكتيف، يعني لو البضاعه اللي احنا اشتريناها مش سليمه او فيها عيب فنبتدي ان يبقى في ريميديز. الستيتمنت اوف ذا سيلر ريفيرال بوليسي، ان احنا عندنا في حاجه اسمها بوليسي اللي احنا بنمضي عليها، يعني بيقول لك والله دي لما اي حد فينا بيدخل مثلا على ابل دوت كوم بيدخل على الابل ستور فبيلاقي عنده شروط، فنبتدي في الشروط دي يقول لك والله ان الشروط هي دي اللي موجوده، والشروط دي هي اللي بنبتدي نوافق عليها. طبعا وانس تعمل تيك خلاص، فانت كده بالنسبه لهم بقى في دوكيومنتس ان انت اوريدي وافقت على الكلام ده. ستيتمنت اوف هاو ذا جودز ار تو بي بيد فور، ان ازاي البضاعه بتدفع تمن. في بعض الناس يعني مثلا زي مثلا احنا هنا مثلا في حاجه مثلا سوق دوت كوم، في سوق دوت كوم بنلاقي بعض البضاعه بيقول لك والله كاش اند دليفري، البضاعه اول ما انت البضاعه بتجي لك البيت فانت اول بتستلم البضاعه بتدفع الفلوس. في حاجات تانية يقول لك لا والله ادفع بالكريدت كارد، في حاجات ممكن يقول لك ادفع مقدم من مال، فهي الموضوع بيبقى كده. فورم سيلكشن كلوز بيقول لك انديكيت ذا لوكيشن اند اور فورم وير ذا ديسبيوت ويل بي سيتل شود بي وان شود وان ارايز. الكلام ده اللي احنا بنقول لو احنا في اي ديسبيوت، في اي مشكله، احنا والله ايه المكان اللي احنا هنبتدي نحل فيه، او احنا هنبتدي ان احنا نشوف المشكله دي نحلها في اي مكان. مثلا يقول لك والله احنا هنعمل الكلام ده مثلا وسيتم حل هذه المشاكل، مثلا في حاله وجود اي مشاكل او عقبات او صعوبات يتم حلها مثلا اجراءات التقاضي مثلا في المحاكم العامه لمدينه الرياض. فخلاص احنا كده ايه عارفين ايه اللي بيحصل وازاي. Disclaimer of liability provision by the seller for certain uses of goods or goods sold، يعني ان احنا في ديسكليمر لبعض البضائع اللي انت بتشتريها، يعني مثلا لو انت بتشتري حاجه ريفابريش مثلا كمبيوتر ريفابريش فانت مش بتستلمه ان هو جديد، فده معروف بيقول لك والله لو حصل في اي حاجه انت الضمان بتاعك مثلا شهر احنا عاملينه مثلا لو انت جايب جزمه بتاعت مثلا حد فينا اشترى جزمه بتاعت كره قدم وراح جاب بيها لعب بيها باليه، ما ينفعش. فهو في الاخر بره بتبان قوي في البضائع اللي فيها مشكله، يعني مثلا يعني انا فاكر يعني في مره من المرات انا فاكر ان كان في حاجات عجبت بعض الناس زملاتنا، والحاجه دي كانت عباره عن جزمه بتاعه تسلق جبال، فجزمه تسلق الجبال كان بيبقى فيها مسامير عشان تثبت في الجبل وهو طالع وما يتزحلقش، فالجزمه دي ما كانش كانت ديفكتيف، كان فيها مشكله، فكان عليها ختم، الختم ده بيقول لك ان الجزمه دي لا تصلح لتسلق الجبال، يعني انت لو مشتريها
ورحت اتسلقت بيها الجبل وحصلت لك مشكله وقعت اتعورت ما تقدرش ترجع على المحل. manner in which an offer can be accepted، الاوفر اللي انت ازاي هتقبله، هل انت مثلا بتقبله زي مثلا بيحصل بعض الاحيان، زي مثلا احنا بنشتري من امازون، الاوفر كان بي اكسبتد، ان انا والله بدخل جوه على البضاعه اللي انا عايزها وهو حاططها، طالما هو حاططها على الشيلف او على المتجر الالكتروني فهو كده معناه ان هو عامل اوفر. الاكسبشن بتاع الاكسبتد بتاع الاوفر بيبقى عباره عن ايه؟ ان انا بدخل وبشتري البضاعه دي، بقول له ان انا والله هشتري وبدخل بحطها في الباسكت اللي هي موجوده بتاعتنا، وبعد كده في الاخر بقول له ايه؟ خلاص انا البضاعه دي هشتريها وادي الكريدت كارد او كاش اون دليفري وات ايفر الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها معاه. بعد كده بنقول له الكليك اون تيرمز ذات انديكيت اجريمنت تو ذا تيرمز اوت لايند ان ان اوفر، اللي احنا النقطه اللي كنا بنتكلم فيها في الصفحه اللي فاتت، ان احنا برضو في تيرمز بتبقى موجوده او اجريمنت، فانت لازم تعمل كليك على التيرمز ده. طبعا انت لو ما فقتش على التيرمز دي فخلاص الاجريمنت ده كده يعتبر الاوفر ده لاغي، اللي انت بتعمله كده اللي احنا كنا امبارح بنتكلم عليها الرفض، اللي هو بيبقى حاجه اسمها ريجكشن. الكلام ده كله لو انت وافقت عليها خلاص فانت بتعمل اكسبتنس للاجريمنت وبتبتدي ان انت تشتغل عليها، وكده خلاص بيبقى في دوكيومنتيشن ان انت تشتغل عليها. النقطه الاخيره اللي كانت موجوده امبارح، ان اصلا الاي كونتراكت ما بينفعش يبقى فاليد الا في حاله ان انت بتقول له انا عايز من البايع الثمن البضاعه ويبعتها لي عن طريق ريسيت، فالريسيت اساسي في الاي كونتراكت. اذا ما كانش في ريسيت فانت كده هو ما ابتداش ان هو كليجال ايشو كيو سي سي او كوميرشال كود او كوميرشال لو كده في مشكله ممكن ترجع عليه، لكن طالما بعتك ريسيت فهو كده وافق ومفيش عندك اي مشكله. براوز راب تيرمز انفورسبل وزود ذا اوفريز اكتيفيتي كونتراكت، مشكله ان انت وانت بتعمل براوزنج على التيرمز اللي هي النت اللي احنا بنوافق عليها هي كده خلاص، انت لو انت اشتريت وابتديت تضغط عليها تعمل كليك على التيرمز دي فدي معناها ان انت ايه وافقت على الشروط بتاعه الشراء، وكده بالنسبه لك الكونتراكت بقى فاليد او ليك انتوا الاثنين. واذا كان في شروط وانت بتعمل الكليك اون ما قريتهاش او ما فهمتهاش، احنا هنا في المديول الثاني، احنا هنا في المديول الثالث وهداخلين بعد كده في المديول الرابع اللي هو the law of contract discharge and breach في السلايد نمرة 22. خلاص هي فاضل يمكن واحدة او اتنين. فنرجع تاني، فبقول لك ان احنا هنا بنتكلم ان احنا عندنا لما تيجي بتعمل كليك اون على التيرمز بتاعت الاجريمنت لازم تكون قاريها وفاهمها، لان بعد كده زي ما القاعده القانونيه اللي احنا حكينا فيها امبارح في اكتر من مكان، انا القانون لا يحمل مغفلين. خلاص انت وافقت، فلو انت استخدم ممكن يقول لك والله انا مستخدم ممكن استخدم المعلومات بتاعتك لمعلومات خاصه لشركه تانية او لبنك او او او، خلاص فانت كده اوريدي ايه في اكتف كونسنت، فانت كده وافقت وفهم. الاي سيجنتشر، الاي سيجنتشر او الالكترونيك سيجنتشر جلوبالي مش هو الحاجه اللي احنا بنقول عليها ان هو معترف بيه، بس للاسف ايه هو لازم ان هو يبقى موجود نتيجه ان ايه المشكله. بعض الدول يعني مثلا زي الالكترونيك الجلوبال والناشونال كوميرس اكت قال لك والله الاي ساين او الاي سيجنتشر allow consumer and business to sign contract or contracts online، يعني احنا والله احنا بنعمل الكلام ده اونلاين، وخلاه binding ل زيه زي ال كانك بتمضي عقد بالقلم. لكن ال requirements هنا قال لك في password to be entered into a form on a web page، اللي هو في ويب سايت you must confirm ان دو الامضه بتاعتك للشخص ده. طبعا للاسف هنا في المملكه الاي سيجنتشر مش غير يعني مش قانوني ولا يعتد به، فمهما مضيت على عقود مع الناس بره هي معترف بيها بره، لكن هنا في المملكه للاسف مش شغال. بعد كده ان انت بتعمل ممكن تعمل الاي سيجنتشر انت ممكن تمضي وتعمل لهم سكاننج،
للديفايس. الترانسكريبت دوا للبيزنس بيقول لك ان ار فايلد فور اوثنتيكيشن بيربز. والله انا عايز ان انا ابعت اعمل زي ما احنا كنا بنتكلم امبارح على اساينمنت معينه في العقد، والله فدي تعتبر هنا في قانون اللي هو اليونيفورم الكترونيك ترانسكريبشن اكت، او اللي هو بيقول عليها اليو اي تي اي، قال لك ان انت لو عايز تعمل الكلام ده فانت عادي مفيش مشكله، ولكن السيجنتشر مي نوت بي دينايد ليجالي، ولازم يبقى في عندك حاجه هنا زي ما قلنا في السلايد اللي قبل كده، يبقى في عندك كونترا، في عندك باسورد ان الامضاء دوا خاص بالشخص دوا، وليها اجراءات يمكن معقده شويه. اليونيفورم كمبيوتر انفورميشن ترانزاكشن اكت دوا بيشتغل مع الالكترونيكلي ديسمينيتد انفورميشن. بنتكلم هنا على قانون اتعمل عشان ان احنا عندنا في حاجات خاصه بالكمبيوتر، لان الانفورميشن الكمبيوتر انفورميشن خلاص بقت هي الاساس دلوقتي، اغلب الديلز بتتم عن طريقها، ناس كتيره بتشتغل اللي احنا بنقوله بزنس تو كونسيومر شغاله بالطريقه دي. فبيقول لك هنا الكمبيوتر انفورميشن ترانزاكشن هنا از ان اجريمنت to create to transfer or license computer information. لازم هنا الكمبيوتر الانفورميشن بتاعته تبقى موجوده، عشان كده تلاقي الاي بي بتاعك بيبقى معروف مثلا في اماكن ما، وفي حاجات بيبقى معروفه جايه منين. البروفيجن فور لايسنس اجريمنت، اللايسنس طبعا بره هم عاملين عليها موضوع كبير، واللايسنس بالنسبه لهم بره حاجه مهمه، ولازم يبقى كل حاجه لايسنس، ولو انت بتشتغل بحاجه ليها لايسنس معينه لازم اللايسنس دي تكون موجوده، الرخصه دي تكون موجوده، سواء بقى برنامج، سواء الكمبيوتر، سواء اي حاجه، سواء حتى لو انت شغال على حاجه بسيطه، حتى لو شغال على برنامج مثلا زي ريل وان بلاير، لو له لايسنس اللي هو الادفانسد سوفت وير فانت خلاص فيبقى له لايسنس وبتشتغل عليه. If a contract require a fees more than $5,000 it must be authenticated. اللي هنا بنتكلم عليه ان احنا عندك بيبقى فيه توثيق لو انت في حاجه بتشتغل عليها الكونتراكت دوا اكتر من $5,000. توثيق دوا ان انت بتعمل امضاء للعقد او اكسكيوت الكترونيك سمبل رمز الكتروني وتعمل له ساوند، وبعض الاحيان في مسج اتاتشد، ممكن تعمل لينك وذ ريكورد، وليها يعني ليها تقريبا ليها حاجه خاصه بيها واجراءات خاصه بيها، ان انت بتروح بيبعتوا لك الموقع ده تقريبا موقع توثيق، فانت بتبعت بيبعتوا لك فورم وانت بتمضي عليه، بعد كده بتروح تبعته لهم بيبعتوا لك باسورد ان احنا في السيجنتشر دوا اوثنتيكيتد، ويبتدي ان انت الموقع دوا يقول لك اه والله ده مصدق فعلا وده الشخص فعلا، واحنا في تصديق ان الحاجه دي موجوده، زي التصديق اللي بيتعمل كانه يعني حاجه شبهها التصديق اللي احنا بنعمله للاوراق بتاعتنا في الغرفه التجاريه. انت بتاخد الورقه وبتروح للغرفه التجاريه بيشوف عنده وبيعمل عليه اوثنتيكيشن على التوقيع ده، هي حاجه شبه كده بس بتبقى الكترونيك. الكريتيسيزم، السوفت وير ميكس ميكرز مايت يوز انفورميتي از ان اكسكيوز تو افويد تيكينج ريسبونسبل فور ديفكت ان ذا سوفت وير زي سيل. بعض الناس بتحط تقول لك والله اذا تم استخدام هذا السوفت وير او هذا البرنامج بطريقه خاطئه فاحنا مالناش علاقه باي ديفكت بيحصل الكلام ده كله، زي بعض السوفت وير اللي بيبقى فيها مشاكل او بيبقى فيها باجز، فبتبقى فيها بعض الاحيان تعمل لك مشاكل في الشغل وخصوصا في الباجز بالذات. شباب الدنيا كده واضحه ولا فيها ولا انا بجري بسرعه او الو؟ طب سامعيني؟ اوكي طيب.
احنا ان شاء الله برضو عشان اول ما نخلص ده هنبتدي بقى. معلش انا اسف ما قلتلكمش البلان النهارده ايه. البلان النهارده ان احنا هنبتدي 8 وربع ده ما ابتدينا، وبعدين هنخلص هنعمل بريك على 9 وربع، بعد كده هنحاول نخلص على الساعه 10 وربع او 10 ونص بكتيره. اذا كان في حاجه فبعد اذنكم احنا ممكن يوم الجمعه الساعه 1 ونص، متهيألي الميعاد ده بالنسبه لاغلب الناس هيبقى ميعاد ممكن احنا نقعد فيه، هي ساعه واحده بس وهنخلص فيه كل حاجه ان شاء الله، ده اذا ما خلصناش النهارده. بس المهم ان الفايده تبقى موجوده عند الناس، وان الناس كلها تبقى فاهمه ايه اللي بيحصل، الكونسبت بالذات، عشان بعد كده لما تبتدي الكيس يبقى الكونسبت واضح في دماغ الناس. ان شاء الله فيصل. الجلوبال دايمنشن اوف كونتراكت سيلز لو، احنا علينا جلوبالي في اكتر من حاجه عشان نتكلم ان في كونتراكت الجلوبال دايمنشنز، الاجراءات او الاماكن او المجالات اللي خاصه فيها بالكونتراكت وسيلز. الكونفنشن اون كونتراكتس فور انترناشونال سيل اوف جودز بروفايد اند فورميتي ان انترناشونال ترانزاكشن كفرز اول كونتراكتس فور ذا سيل. انا هقراها بسرعه كده ونشرحها واحده واحده. كفرز اول كونتراكتس فور ذا سيل اوف جودز ان كونتريز ذات هاف راتيفايد ات. بارتيز تو كونتراكت كان adhere to all or part of the CISG اللي هو contract for the international sale of goods, select other laws to govern their transaction has been incorporated into US federal law. كلام بقى، احنا عندنا في بعض الاحيان في قانون اللي هو القانون الخاص القانون الدولي للعقود والبيع وبيع البضائع. القانون ده احنا بيدينا نوع من التوثيق او ان حل المشاكل ما بين الشركات، في لان انت بتتكلم مثلا انا عندي في السعوديه في قوانين وهو عنده في امريكا فيها قوانين، فبتبقى في مشاكل. فالحاجه دي بتدينا زي بلاتفورم ان احنا بنشتغل عليه، وزي الانترناشونال ترانزاكشن تبتدي ان انت تعمل بيبقى في ريفرنس ان انت تشتغل عليه، الا اذا ان انت حطيت في العقد ان انت بتشتغل مثلا على القانون السعودي او على القانون الامريكي. هذا كونتراكت covers all contracts for the sale of the goods in the countries that have ratified it. في بعض الشركات اللي هي بتتكلم اوريدي عملت ادابت للقانون دوت فبتشتغل بيه، فانت الكونتراكت ده لو انت بتعمله في دوله هي اوريدي معترفه بيه وعملت ratified له، فانت اوريدي في عندك ريفرنس فانت بتشتغل بيه واوير ايه اللي بيحصل بالظبط ووضعك القانوني بيبقى ايه في كل الاحوال. Parties to the contract can adhere to all or part of the CISG. ان والله انا باجي هنا ببقى عندي بقول انا هشتغل عليه كله او باخد جزء منه بس والباقي من القوانين الثانيه، او ان انا زي ما بقول select other laws to govern their transactions. بعض الاحيان بقول لك لا والله انا هشتغل هعمل العقد طبقا للقانون السعودي، هو القانون السعودي اللي انا شغال عليه لان البضاعه جايه لي هنا في السعوديه. انا امريكا بالنسبه لي حلو وكويس وكل حاجه، لكن انا ما اقدرش ان انا اشتغل تحت القانون الامريكي. has incorporated into US federal law. ان والله ده هو دلوقتي ابتدى بيشتغلوا عليه ان هو كنوع من الفيدرال لو في امريكا. The differences between CISG and UCC. الكونفنشن اون كونتراكتس فور ذا انترناشونال سيلز اوف جود بيقول لك كونتراكت از فورمد وين سيلر ريسيف ذا اكسبتنس فروم ذا اوفري. ان احنا هنا بنبتدي الكونتراكت يبقى بقى امر واقع او ان هو بقى قانوني في اللحظه او تم انشاؤه زي ما احنا بنقول في اللحظه اللي البايع قبل فيها الاكسبتنس من الاوفري. خلاص انت عملت الاوفر فانا قلت لك خلاص اتس اوكي، فانت بعت لي قلت لي خلاص انا موافق كمان خلاص انا هبعت لك البضاعه. ففي اللحظه دي انت ايه العقد بيبتدي بيبقى ليجل. السيلز كونتراكت اوف اني اماونت از انفورسبل اف ات از اورال. هنا بقى نبتدي بقى الفرق تحت القانون السي اي اس جي، اي عقد مهما كان
بيع بضايع حتى لو بأكتر من 5000 دولار فهو ليجل، بس لازم طبعا حتى لو كان شفوي وكلمتك في التليفون فانت وافقت بالتليفون قلت لك ماشي هبعت لك البضاعه، فبقى في عقد. بس طبعا في الحاله دي الافضل ان هو العقد يتكتب، ليه؟ لان انت لو في اي مشاكل بعد كده تقدر ترجع لها، ترجع للعقد اللي مكتوب في اليو سي سي اليونيفورم كوميرشال كود او الكوميرشال لو. الكونتراكت از فورمد وين ذا اكسبتنس از ميلد اور اذر وايز ترانسميتد. يعني في امريكا في حاجه اسمها، او هنا حتى عندنا في البريد حاجه اسمها بعلم الوصول، البريد بعلم الوصول. فانت وانس ان انت بعت البريد المسجل بعلم الوصول فخلاص انت من اللحظه اللي انت بعت فيها فانت عملت اكسبتنس من التاريخ ده اللي انت بعت فيه اللي مثبت في في الـ في الـ في الـ في البريد بالخطاب اللي انت صدرته، او ان انت بعت له مثلا على الاونلاين، بعت له بعت له كونتراكت قلت له والله ادي الكونتراكت اهو نسخه منه لو سمحت اطبعه وامضيه وابعته لي تاني. وانس اللي هو مضى وبعته لك خلاص كده بقى في عقد. ال requires a written contract. الجزء بقى الثاني بالنسبه لل امتى يطلب ان يبقى فيه documentation او written contract او documented contract في اللحظه اللي البضايع فيها بيبقى ثمنها اكتر من 5000 دولار. كده احنا خلصنا الشابتر الثاني. لو حد عنده اي اسئله اتفضل. ادخل على الرابع. معلش يا محمد، هي 500 دولار ولا 5000 دولار؟ لا لا لا، هنا ال 500 دولار، ال 5000 دولار دي اللي احنا بنتكلم عليها للجزء الخاص لو انت ترجع ليه الكمبيوتر اكت. معلش انا اسف انا دخلت يمكن متاخر شويه. يعني مش مشكله. احنا عندنا هنا كنا بنتكلم ان احنا عندنا في حاجه اسمها يونيفورم كمبيوتر انفورميشن ترانزاكشن اكت. ده كان بيقول لك ان لو في اي بضاعه او اي فيز اكتر من 5000 دولار it should be authenticated. هنا بتقول لك ان بيتم حاجه اللي هي الاوثنتيكيشن، اللي هي بيبقى في موقع بيبعت لك زي فورم انت بتمضي وتبعت له، بيبعت لك باسورد وبيبعت لك سيمبل بيبقى مخصوص ليك معروف، وفي ممكن يبقى مسج ليها ريكورد ان انا والله بعمل الكلام ده. في الحاله دي الترانزاكشن دي رغم ان هي بتتعامل على الاونلاين لكن هي التوثيق بتاعها لازم لاي حاجه خاصه ب 5000 دولار. لكن كقانونا الجزء اللي بنتكلم عليه القانون بتاع الكونتراكتس اوف فور انترناشونال سيل او كونفنشن الكونتراكت اوف انترناشونال سيل اوف جودز سي اي اس جي، ده ايا كانت قيمه العقد ايا كانت، لان هنا بنتكلم في قانون دولي بيقول لك والله ايا كان حتى لو كده بيبقى اتفقتوا بالكلام فبالنسبه لي بيبقى مفيش مشكله. الكلام ده بيبان فين؟ بيبان في الحاجات اللي فيها بقى ايه؟ حاجات دوليه زي البورصات، اللي لما انت مثلا بتتعاقد مع بورصه مثلا انت شغال هنا في السعوديه وبتكلمهم على بورصه نيويورك مثلا وبتضارب مثلا في البترول. فانت مثلا البترول انت مش بتعمل في واحد ولا اتنين، انت بتتكلم في ملايين، فالكلام ده اورال. رغم انه اورال بعض الناس دلوقتي بقت بتسجله، بيقول لك والله الراجل اعطانا امر اهو ان انا بالتليفون ان انا اشتري له مثلا نص مليون برميل. طبعا نص مليون برميل انت بتتكلم في مبلغ وخدره، بتتكلم ملايين. لكن في اندر الكوميرشال لو اليو سي سي اللي هو الكوميرشال كود لازم اي حاجه اكتر من 500 دولار فما فوق لازم تعمل عقد، اي حاجه غير كده كأن ما فيش حاجة حصلت. شباب هشام تمام؟ يا محمد معاك. اه لا الله يبارك لك معاك. الله يخليك. اوكي خلاص. يمكن معلش الشابتر ده هو اللي هنرجع له شوية في التسجيل، لأن أنا حتى لاحظت برضه في ناس دخلت معايا بعد، يعني ده. أنا والله أنا ما حصلش إنه محدش بعت على الجروب يلا يا جماعة هنبدأ ولا حاجة، الجروب ما ولعش في ماشي معلش. الجزء اللي احنا كده بنتكلم بقى في مديول الرابع اللي هو الانترناشونال ماركتنج اند ديستريبيوشن اوف جودز. الجزء دوت ان احنا بنتكلم ازاي ان احنا عندنا الايجنسي وبعض الحاجات. الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه امبارح على العقود هو الكونسبت اللي احنا اتكلمنا عليه، وهو ده اللي موجود وهو ده اللي عامل.
بنعمل بقى في ايجنسي، بنعمل في اساينمنت اي حاجه، فانت عارف ان في اطراف فانت لازم تحدد الاطراف. معلش الشاشه مش باينه يا محمد خالص. ايه؟ الشاشه مش واضحه، الشاشه ابيض بس والماوس فيها على اليمين كده. شغال؟ وصلت؟ كده وصلت، الله يبارك لك. طيب ماشي. اوكي. تسلم يا باشا. فاحنا بنتكلم على العقد، العقد ماشي ازاي، رايح فين، جاي منين، ايه اللي بيحصل، الاطراف بتاعته، ايه هي الاكسبتنس، الكلام ده كله. ايه بقى الكونسبت خلاص بقى موجود معانا، فاحنا نبتدي بقى ايه نلعب بيه. يعني قال لك والله ايجنسي، قال لك اساينمنت، قال لك اي حاجه، فاحنا عارفين احنا بندخل نعرف ازاي الكونتراكشوال ريليشن شيب دي بتبقى موجوده، وايه هي الاطراف بتوعها. الايجنسي دي والوكاله اللي احنا بنقول عليها كونتراكشوال ريليشن شيب كرييتد باي كونتراكتور اور باي لو وير وان بارتي اللي هو البرنسبل هنا جارانتيز اوثوريتي تو انذر بارتي اللي هو الايجنت. بمعنى ان انا والله تو اكت اون بهاف اوف اند اندر كنترول اوف ذا برنسبل، يعني معنى صح كده، انا والله دلوقتي انا كشركه عامل عايز اعمل ايجنسي لشركه ثانيه، زي مثلا انا في امريكا مثلا زي شركه العربيات شركه فورد، فهي بتعمل هنا مثلا شركه الجزيره، فشركه الجزيره بالنسبه لها تصرف كايجنت كانها هي الشركه، بس مش بتتصرف بمزاج، بتتصرف اندر الكنترول بتاع البرنسبل اللي هو الطرف الاصلي اللي هو عنده اللي منحها الوكاله. طب الايجنت هو ايه؟ بيقول لك البيرسون هو هاد اوثوريتي فروم انذر بيرسون اللي هو البرنسبل. يعني الايجنت هنا اللي هو الشخص الثاني اللي هو بنقول الطرف الاول، الطرف المسؤول، والطرف الثاني المتعاقد هنا اللي احنا بنقول عليه الايجنت او الوكيل. شباب الايجنسي هنا ريليشن شيب از فيدوشري ان نيتشر. فيدوشري بمعنى انها علاقه تعاقديه، او بمعنى اصح اللي هي الكلمه الثانيه اللي احنا بنقول عليها كمصطلح قانوني، مش علاقه ائتمانيه زي ما بعض الشباب بيقولوا، لا علاقه تعاقديه او علاقه طرف بالتاني. علاقه الطرف الطرفين ببعض اللي هي بنقول له والله بيتعاقدوا ان فيدوشري واي او فيدوشري ناتشرال، يعني بيتعاقد بطريقه ان هو بيبقى فيها نوع من ال 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 اللي اجيبها لك، عايز اجيبها بالعربي، بسم الله الرحمن الرحيم، ان احنا عندنا هنا في جزء من العلاقه في اكشنز بس بيتم عن طريق البرنسبل تحت الكنترول بتاعه. التعاقد هنا برنسبل كان بي سود فور ذا اكشن كوميتد باي ذا ايجنت، بمعنى ان انا ما ينفعش ان انا والله هنا اكلمه مثلا فبقول له انا عامل عقد معاك ان انا هبيع البضاعه، فمثلا سي ان العربيه مثلا في امريكا مثلا ب 5000 دولار او سي مثلا ب 20000 دولار مثلا، فمثلا هي كده. طب انا لا انا هبيعها في السعوديه ب 5000 دولار، الكلام ده ما ينفعش. هو الراجل قايلها لك انت هتبيعها ب 20000 دولار، فانت ما تقدرش ان انت تعمل، حصل اي مشاكل اي اكشن انت بتعمله من غير ما يوافق عليه، فهو بيبتدي ان هو ايه يحصل اي في التعاقد ده، ممكن يرجع عليك ويحكم ويرجع للمحكمه بياخد عليك اكشن. انواع في اكشوال، في امبلايد، في ابارنت، في يوجوال اور باي اوبريشن اوف ذا لو. اول واحده الاكشوال دي ان هي علاقه تعاقديه اساسيه ما بين في اجريمنت ما بين الايجنت وما بين البرنسبل، فهي اللي احنا بنقول عليها علاقه وثيقه او علاقه تعاقديه. في الامبلايد اوثوريتي، الامبلايد اوثوريتي دي ان والله انا مثلا كنت المحامي بتاع فلان، مثلا المحامي بتاع الموكل بتاعي، فانا اوريدي هو كان عاطيني توكيل، ده بنتكلم عليه اكشوال. طب انا بعد كده التوكيل ده خلص وانا لازلت بترافع عليه قدام المحاكم، ده اسمه امبلايد، رغم ان التعاقد او التوكيل اللي ما بينه وما بينه خلص تاريخه خلاص، يعتبر ان هو لاغي التعاقد اللي ما بينه وما بينه، انا ترافع عنه لاغي، لكن لازلت بتعاقد عنه. هو بيقول لي معلش كمل لغايه بس ما نخلص، فدي هنا في الحته دي بنقول عليها امبلايد. الابارنت، ابارنت اوثوريتي دي الايجنسي هاز ارايزن اون ذا فاكتس، بمعنى اصح
ان احنا عندنا اكشوال اوثوريتي واحنا بنتعامل بناء عليها، بس هنا في بعض الاحيان البرنسبال ما عندوش الاكشوال اوثوريتي تو اكت تو اكسيد الاكشوال اوثوريتي. لا انا هنا ما اقدرش ان انا اعدي الحدود بتاعتي الا في بعض الاحيان. ايه هي الاحيان دي؟ ان انا والله في عندي ان انا في الراجل قدمني ان انا الوكيل بتاعه، اللي هي اللي احنا بنقول على بعض الاحيان الوكيل الحصري بتاعه، فانا هنا موجود كان انا مثلا زي مثلا عبد اللطيف جميل، كان تويوتا موجوده هنا. ريلاينس اون ذس ريبريزنتيشن، ان في ريلاينس الراجل معتمد على التقديم بتاعه والظهور بتاعي. الترنيشن اوف وان بوزيشن فروم such presentation، يعني اللي احنا بنتكلم عليه ان احنا عندنا الراجل دوا مفيش اي تعديل في البوزيشن بتاعي وانا بتقدم، يعني انا قدمت ان انا كايجنت ما تقدمتش از برنسبال، انا الراجل بيقدمني للناس بيقول له والله يا جماعه الراجل ده الايجنت بتاعي واللي موجود في المكان ده ويتصرف نفس تصرفاتي وما عندوش اي مشكله، وابتدي ان انت اتعاقد مع الناس بناء على الكلام ده كله. زي ما احنا بنتكلم شركات السيارات، شركات السيارات هي اللي بتدي لك الضمان اللي موجود، لان لو انت في حاجه انت بترجع على الوكيل ما بترجعش على الشركه الاصليه اللي في امريكا. باي اوبريشن اوف لو، في بعض الاحيان بيبقى الايجنت لازم يجي نوع من الحكم المحكمه، زي مثلا الايجنسي لما بيبقى عندك في مثلا تركه وفي مسؤول عن التركه دي، ومسؤول التركه دي اتقال له انت هتتصرف في الحدود دي ايجنسي من المحكمه، دي باي اوبريشن اوف ذا لو، وبيتعامل بيها بناء على حكم المحكمه او الحكم الصادر له ان هو يتصرف بهذا القدر. او زي اللي احنا بنقول الحاله الثانيه، المصف القضائي، المصف القضائي برضو بيتعين عن طريق المحكمه، هو اللي بيمسك الشركه عشان يدي الحقوق للناس لان الشركه افلست. شباب احنا اول حاجه نطلع فيها بره شروط العقد، يعني بنتكلم على تيرمز ثانيه من العقود او زي العقود بس بطريقه ثانيه. مفهومه ولا؟ امبلايد تاني، حاضر. الامبلايد اوثوريتي دي اللي احنا بنقول عليها ان احنا عندنا في ريليشن شيب ما بين الايجنت والبرنسبل نتيجه ان في حاجات تعاقد خاص. بمعنى المثل اللي انا بقوله ان انا مثلا في عندي محامي فانا عامل له توكيل، فالمحامي هو بناء عليه الوكيل بتاعي. التوكيل ده خلص، يعني مثلا كان مدته سنه وهو لا زال بيقوم باعمالي كوكيلي. ده هنا في الحاله دي اللي احنا بنقول عليه امبلايد اوثوريتي. تمام؟ فدوا هو لسه مكمل بس العقد خلص، العقد اللي احنا الاجريمنت اتعمل، فهنا ما نقولش عليها اكشوال اوثوريتي، يعني بنقول عليها امبلايد اوثوريتي. تمام يا استاذ احمد؟ اوكي. نكمل تاني. الايجنت بيقول لك هنا ان ذا ليجل سنس از ا بيرسون هو هاز اوثوريتي از جرانتد فروم انذر بيرسون اللي هو البرنسبل to represent him or act on his behalf and legally bind him in relationship to third party. بمعنى ان احنا لما بيحصل اي حاجه انا برجع على الوكيل، لكن ده لا يعفيني. مثلا لو انا مثلا رحت اشتريت من وكيل شركه، مثلا لو انا هنا ورحت اشتريت من وكيل شركه مثلا عربيه من وكيل الشركه شيفورلي، فوكيل شركه شيفورلي هنا هو بالنسبه لي الايجنت، انا بتعاقد معاه، لكن من حقي قانونا ان انا ارجع تاني عليه، وممكن ارجع بدل ما ارجع عليه وممكن ارجع كمان على الشركه الاصليه لو انا في بقى ديفكت كبير قوي في مثلا في العربيه. Either to introduce third parties to the agent or to conclude contracts with parties on behalf of the principal. اي عقود بتتم ما بين الايجنت واي شخص تاني فهي كانها عقود بتتم ما بينه وما بين الشخص الاساسي ولا البرنسبل اللي هو عاطي السلطه للايجنت. بمعنى ان انا والله عطيت مثلا للايجنت للمحامي بتاعي توكيل ان هو توكيل بالبيع العام، وقلت له روح بيع الحاجه الفلانيه، فهو توقيعه بناء على التوكيل ده كان انا وقعت،
مع الطرف التالت، يعني مثلا قلت له روح اشتري مثلا ارض، فهو راح اشترى الارض دي بالتوكيل بتاعه، والله انت اشتريت بناء عن مثلا محمد سعد، طب بناء على ايه؟ بناء على التوكيل منه. فخلاص فهنا ان احنا عملنا ايه؟ الايجنت دي. الكلام ده كله مهم لان الكيس اللي محلوله اللي اتبعتتها من اللي اتبعتت من الجامعه بتتكلم على النقطه دي، والتريك اللي فيها هي الحاجه دي. في ريليشن شيب كريتد ايجنسي، اول حاجه اكزيستنج بتوين ذا برنسبل اند ذا ايجنت، اكزيستنج بتوين ذا برنسبل اند ذا ثيرد بارتي، والثيرد اللي هي بيقول اكزيستنج بتوين ذا ايجنت اند ذا ثيرد بارتي. الثيرد بارتي هنا بيرجع على الاثنين، بيرجع على الايجنت وبيرجع على الشخص الاساسي اللي هو المسؤول. يعني مثلا لو انا المحامي عمل عقد بناء عليا ان مثلا انا بعت مثلا المحامي بتاعي او الوكيل بتاعي او وكيل الشركه، الشركه مثلا لما بتطلع وكيل الشركه بيمضي عنها الراجل المسؤول مثلا السي او او الكلام ده كله، فخلاص فهنا الشركه كلها ملزمه قدام الشخص الثالث ان هي بتحصل. يعني مثلا انا مضيت كشركه والله قلت الشخص المسؤول عننا مجلس الاداره طبعا وكل مثلا التشيف ليجل اوفيسر المدير الشركه او المستشار القانوني ان هو ده اللي يمضي العقود بتاعت الشركه، فده توكيل من الشركه ايجنسي كونتراكت ما بين الشركه وما بين المحامي دوت ان هو والله يوقع عن بناء عن نيابه عن الشركه في المبالغ دي. في الحاله دي بيرجعوا على الشركه وبيرجعوا كمان على الايجنت لو الايجنت كان في اي حاجه خاصه بيها، حصل اي فرود او حاجه زي كده. كوميشن ايجنت، كوميشن ايجنت اكت از ان ايجنت تو هيز برينسيبال بات in relationship to the third party he acts as a buyer and a seller in his own name. بمعنى دي واضحة قوي 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 في الكيس بتاعة العربيات. الكيس بتاعة العربيات ان احنا بنقول والله ان احنا عندنا الايجنت اللي موجود هنا مثلا شركة الجزيرة مثلا بتبيع فورد، او ان شركة تويوتا شركة عبد اللطيف جميل بتشتري تويوتا، هي بتعمل كوميشن ايجنت ان هي والله بتشتري العربيات من بره وبتبيعها في هنا، بس بتبيعها وبتاخد كوميشن. فهنا في الحاله دي بتتعامل ان هي ريليشن شيب للثيرد بارتي، ان هي بالنسبه للبرنسبل بتتعامل ان هي الباير، بالنسبه للثيرد بارتي بتتعامل كانها السيلر. النقطه دي واضحه يا شباب؟ يعني مثلا انا عندي اعيدها تاني، ان والله الشركه مثلا شركه تويوتا انا بروح اشتري منها عربيه، عناية الاثنين، اوكي. العربية مثلا بشتريها من شركة تويوتا، فشركة تويوتا عندي هنا بيحصل ايه؟ بيحصل حاجتين. أول حاجة إن بتروح تشتري العربيات من شركة عبد اللطيف جميل، بتشتري من تويوتا العالمية، فهي بتشتريها من تويوتا العالمية كإيجنت ككوميشن إيجنت، فهي بتشتريها باسمها هي. طب بتوصل هنا بتحول لهم ثمن البضاعة، طب هي بالنسبة للثيرد بارتي اللي بتبيع له هنا كانها هي البائع، لكن هي المشتري بالنسبه لمين؟ لتويوتا العالميه اللي بالنسبه للبرنسبل. واضحه؟ ايوه ولا لا؟ طب اي اكشن يعني؟ تمام. ديل كريدي ايجنت، دخلنا في المصطلحات اللاتين. الديل كريدي ايجنت دي ان احنا بنقول undertakes to identify the principal for any loss that the latter may sustain owing to the failure of the customer introduced by the agent to pay the purchase price. بمعنى اصح ابل مثلا بتبيع التليفونات للشركات مثلا لموبايلي والاس تي سي والكلام ده، هي هنا بتقول ايه؟ والله اذا ما كانش فيها اي ديفكت، حاجه خطا مصنعي، فخلاص. لكن مثلا انا بعت لك وانت خدت البضاعه ما تقدرش، وبناء على الديل كريديت ايجنت بتاخد كل الحاجه بتاعتك، وبتبقى اي حاجه اي فيلير بتعملها للكاستمر، والله قلت له والله التليفون دو ممكن تخش تحطه تحت الميه، الكلام ده مش مظبوط. ففي الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ احنا اسفين يا جماعه، الايجنت هنا هو اللي بياخد كل حاجه وبيعدلها وبيعملها. لكن لو في حاله ان احنا عندنا
خطأ اللي هو بيقول عليه الخطأ المصنعي، مثلا التليفون مثلا انا اشتريته بعد يومين باظ، اقول له لا والله زرار مثلا بتاع الايفون مش شغال، فبيرجعوا للشركه، الايجنت هنا بيرجع على الشركه اللي هي بره اللي هو البرنسبل كونفيرمينج هاوس. معلش يا محمد، نرجع على الديل تريدير دي. اللي فهمته انه الايجنت سواء اس تي سي او موبايلي، كما ان هي اشترت من قبل الاجهزه، هي راح تكون مسؤوله عن اي لوسس حصلت على الجهاز. To the failure of a customer induced by the agent to pay the purchase price. ايش هي الجمله هذه؟ ان مثلا انا عملت بعت حاجه للعميل مثلا، قلت له التليفون مثلا للابل مثلا ده انا بحطه تحت الميه، وبدل ما اقول له لا والله ده مثلا ما بيتحط تحت الميه بس لمده مثلا ثانيتين، او بيتحط تحت الميه لمده مثلا 5 ثواني مثلا، وبحطه على عمق مثلا 5 متر، انا ما قلتش الكلام، قلت له هو بيتحط تحت الميه وتحت اي عمق، خلاص انا ما حددتش. طب في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ الخسائر هنا انا عملت مشكله مع الكاستمر، فالكاستمر هنا في العاده مثلا في بره مثلا ممكن يرجع على ابل ذات نفسها، احنا هنا بنقول لك لا انت ما بترجعش على انت بترجع على طبقا للديل كريدي ايجنت، بترجع على الايجنت ذات نفسه. ليه؟ لان هو كان في مشكله في تقديم البضاعه للعميل. تمام. كونفيرمينج هاوس، الاكسبورت هاوس، الناس اللي شغاله في الـ في الـ في الشركات الاستيراد والتصدير، لما بتجيب بضاعه من بره في حاجه اسمها كونفيرمينج هاوس. كونفيرمينج هاوس ده ايه؟ انا بجيب ايجنت ما بيني مثلا، انا مثلا زي مثلا انا رحت اجيب مثلا مواد خام، انا شركه موجوده في السعوديه فبجيب مواد خام من كوريا، ففي كونفيرمينج هاوس بتعاقد معاه في الاكسبورت هاوس ده موجود فين؟ في كوريا. قبل البضاعه ما تجيلي هنا بيبعت لي كونفرميشن ان البضاعه دي مطابقه للمواصفات ومطابقه للعقد اللي انا عملته ما بيني وما بين الراجل اللي بره. فدي الراجل هنا كونفيرمنج هاوس بيشتغل كانه ايجنت ما بيني وما بين الايه؟ الامبورتر والاكسبورتر. اعيد؟ حد يكلمني. طيب هي دي يا محمد، هي دي اللي في البنوك يا محمد، اللي هي كانك بتفتح اعتماد مستندي والبنك هو اللي بيضمن لك ما بينك وما بين المصدر، او ما بينك وما بين اللي انت هتشتري او تبيع له، يعني حاجه زي كده يا هشام. بس انا ما اقدرش اقول على البنك الكلام ده، لان البنك بيتبادل مستندات سواء البضاعه كونفيرمد ولا لا. لكن هنا الايجنسي بنتكلم ان هو بيبعت لي كونفيرميشن من بره بيقول لي ان البضاعه مطابقه للمواصفات، وبناء عليها بقول له طب خلاص اشحن لي البضاعه دي. اوكي يا هشام؟ انا حمار. اوكي، فدي فيها اختلاف شويه ما بينها وما بين اللي بيحصل في البنك. البنك انت بتدي له كونفيرمنج. اتفضل. الكونفيرمنج هاوس ده زي المديفر هنا كده في السعوديه مثلا، اللي هو بيكون ايجنت ما بين اللي بيستورد من بره ما بين اللي بيستورد هنا في السعوديه كشركه سعوديه، واللي بيستورد منه من بره اللي هو المصدر اي شركه صينيه او اي شركه، وبيكون مسؤول عن ان هو البيانات تكون مظبوطه والبضاعه ما يكونش فيها حاجات مخالفه والحاجات دي. مظبوط. هي زيها كده، سواء المديفر هنا او ان انت الراجل بيبقى مثلا موجود في البلد الثانيه او الكلام ده كله، بس المهم ان الراجل بيبعت لك كونفرميشن رسمي دوكيمنت، الكلام كله ان في دوكيمنت هنا بيبعت لك، فبيقول لك فيها ان هذه البضاعه از كونفيرمد از بير ذا اجريمنت از بير ذا سبيسيفيكيشن ان ذا اجريمنت. فانت خلاص هنا بتعترف ان ايه كل حاجه فيها مش مشكله. طب لو في فاريشن في الكونفيرميشن، بيقول لك may buy directly from the local seller and sell to another foreign customer. في الحاله دي لو والله في مشكله بقول له طب خلاص انا هاخدها وابيعها لايه؟ لاي واحد تاني موجود هناك. دي انا بعملها. فريت فوروردر، فريت فوروردر نفس القصه، ان انا والله الراجل الكارير بيقول لي ان البضاعه اهي وموجوده وتمام. البضاعه مثلا انا قلت والله انا هستورد مثلا
1000 طن من البضاء من المواد الخام دي. الفريت فوروردر بيقول لي اه في 1000 طن. هنا الكونتراكتس بتبقى ما بين الكارير والكاستم ديوتي والبراكتس اوف ذا سي اند ايربورت، اللي هو احنا بنقول عليه بالبلدي كده المخلص الجمركي. بياخد الحاجه والسبيشاليست بتاعه بيقول لك اه والله ادي الكونتراكت اهو وادي الكاستم ديوتي اتدفعت واحنا دفعناها وبتحاسب عليها طبعا، بعت لك فاتوره بيها و و والكلام ده كله. تمام يا شباب؟ اعتبر ان دي تمام. برانش اوفيس وسبسيدرز. برانش اوفيسز اللي هو انا عندي شركه مثلا زي شركه مثلا لو احنا مثلا اي بي ام او شركه مايكروسوفت، فمايكروسوفت هي الهيد اوفيس بتاعها في امريكا ولكن ليها شركات وبرانشز وسبسيدرز في كل مكان، يعني في مايكروسوفت سعودي اريبيا، مايكروسوفت يونايتد عرب اميريتس، مايكروسوفت مصر، وهلوم جرى. الليجال ديفرنس بتوين البرانش اوفيس والسبسيدري ذات البرانش اوفيس از ميرلي ان اكستنشن اوف ذا كمباني. يعني بمعنى اصح كده بقول ان والله الشركه عملت فرع ليها في الحته الفلانيه. طيب السبسيدري لا، السبسيدري انا ما عملتش، انا عملت شركه قائمه قانونيه وبقول لك ان دي ليها تشتغل، بتشتغل مثلا تحت البلد دي بقوانينها وبتبقى بقانون الشركات الخاص بالبلد الاجنبيه اللي هي شغاله فيه. زي مثلا احنا عندنا شركات هنا في السعوديه مثلا زي سابك، ليها سابك مثلا في امريكا وفيها سابك في الصين وفي سابك مثلا في روسيا. بقول لك شركه سابك دي شغاله في روسيا، السبسيدري بتاعها ده شغال طبقا للقانون الروسي. البرانش اوفيسز ار نوت از ا كومن از سبسيدري، يعني ما بتبقاش موجوده كتير. الو طيب، طب شباب الصوت مسموع؟ عشان بس الاخ فيصل عنده مشكله في الصوت. مسموع؟ طب فيصل تقريبا في مشكله عندك. فبنقول لك السبسيدري والبيرنت كمباني. نعم يا عم محمد، مش واصل بس وصل دلوقتي. اه طيب ماشي يعني. وبعدين معلش يا محمد، هي السبسيدري دي مش اللي هي المفروض ان هي شركه كانها ان الشركه بتعمل شركه تانية صب منها شركه صغيره، الشركه دي ممكن تشتغل في نفس النشاط او في نشاط تاني؟ ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، يمكن الصوت راح، هي دي اللي حصل. طب خلينا عيدها من اول وجديد. البرانش اوفيس يا جماعه كان مثلا مايكروسوفت عامله مثلا شركه، فعامله مثلا فروع ليها، فعامله فروع للشركات، وبنفس الوقت ممكن مايكروسوفت تعمل فروع ما تعمل سبسيدريز. السبسيدريز دي ممكن تعملها مع اكتر من حاجه، ممكن تبقى السبسيدري فولي اوند باي المذر كمباني، الشركه الام، او ان هي مثلا بتعملها بشركه مثلا بشراكه مع شركه ثانيه. مثلا ممكن اعمل شركه مثلا مايكروسوفت مثلا الهند بشراكه مع شركه سوفت وير هنديه، او شركه مثلا هاردوير هنديه لو انا عايز اعمل حاجه مثلا هاردوير. ففي نشاط او نشاط تاني او نشاط مكمل، او انا مثلا عايز اعمل كسبسيدري مثلا ليه، انا مثلا شركه هنا مثلا وعايز اعمل زي بعض الشركات ما بتعمل، انا هعمل لي انا عندي بضاعه، فانا هعمل سبسيدري تحتيه عباره عن شركه نقل. انا مثلا شغال بعمل بضائع، مثلا بعمل حديد، بعمل ايا كانت البضاعه، بعمل تلفزيونات، بس في ده الشركه الام، وفي تحتها شركات، في شركه بيع وشركه مثلا بتاعت شراء وشركه بتاعت شحن جوي وشركه بتاعت شحن بري. فانا عندي كذا كذا نشاط، ده سبسيدري ممكن اعمله كنشاط. السبسيدري دي ان انا ببقى اغلب الفولي اوند للشركه للسبسيدري دي، او بشراكه مع شركه مثلا 50 50 او 51 ليا و50 لشركه او 49 لشركه ثانيه، ولو ما جرى. العلاقه ما بين السبسيدري والبيرنت في ترانزاكشنز بتتم، بس هنا لما نيجي بنعمل القوائم الماليه ودي قصه ثانيه، بتبقى في هنا اللي احنا بنقول عليها الترانزاكشن دي شغاله بناء عليه، هل في تاثير مباشر ولا ما فيش تاثير مباشر على الشركه دي. تمام؟ اي هنا محمد في السعوديه شركه، معلش لو استاذنكم، اللي هي اس تي سي وجوي اللي هي صفائر الجديده، جوي هي سبسيدري من اس تي سي، هي جزء منها لكن هي شركه مكمله مملوكه
مفروض لاس تي سي بس اشتغل في نشاط تاني بطريقه تانيه زي مثلا ليبارا وموبايلي. ليبارا برضو طالعه من تحت عبايه موبايلي بس براند تانيه باسم تاني مختلفه تماما، ليها مجلس اداره مختلف، قوائم ماليه مختلفه، لكن في الاخر خالص بتصب في الريفينيو بتاع موبايلي بطريقه غير مباشره. تمام شكرا. معلش اذا تسمح لي بس موبايلي ما اتوقع انه صح، لكن ليتس سي اتصالات الامارات جات السعوديه وفتحت شركه اتصالات اسمتها موبايلي، هذا هو سبسايدري. لكن لو اتصالات الامارات نفس الاسم نفس البراند جاء في السعوديه يفترض انه يكون اكستنشن، صح كده يا باشا محمد؟ لا الصح مش شرط. ها حتى ممكن بنفس الاسم وبنفس كل حاجه ويبقى سبسيدري. ليه؟ لان انا مثلا عملته مثلا بالشراكه مثلا مع مثلا اس تي سي مثلا، يعني اس تي سي وموبايل زي موبايلي. انا اسف يا محمد، زي موبايلي يا فيصل، موبايلي مملوكه 26% للاتصالات والباقي مملوك لاطراف ثانيه في السعوديه، وبالتالي هي سبسيدري من اتصالات الام اللي في الامارات. زي اتصالات مصر، اتصالات مصر نفس الاسم ونفس الشعار بس هي سبسيدري لانها قائمه ماليه مستقله ومش مملوكه كلها للاتصالات، هي مملوك 51% منها للاتصالات والباقي مملوك للبريد المصري وبنك سي اي بي، فدي سبسيدري مش نفس البرانش. يعني أوكي. برانش هو فرع بيمثلك في البلد الثانيه، فرع بيمثلك في البلد الثانيه. السبسيدري هي شركه قائمه بذاتها لكن ممكن تحت اسمك وباسمك او تحت اسم ثاني، لكن في الاخر هي كانها تشايلد من البيرنت الكبير او من الاب الكبير. مفهوم، يعطيك العافيه يا هشام، شكرا. شكرا يا هشام. تمام فيصل شباب السول والاكسكلوسيف ديستريبيوشن ايجنت اجريمنتس، النقطه اللي احنا في عندنا في سول وفي عندنا سول واكسكلوسيف وفي عندنا اكسكلوسيف. طب ايه الفرق ما بينهم؟ سول واكسكلوسيف بوث تيرمز امبلاي ذات ذا برنسبل شال بي انتايتل تو ابوينت انذر ديستريبيوتر اور ايجنت فور ذا تيريتوري اوف ذا ريبريزنتيف. بمعنى سول واكسكلوسيف ان الراجل بيبقى الوحيد والحصري مفيش غيره، يعني الشركه الام ما تقدرش او البرنسبل ما يقدرش يجيب ايجنت غيره، ومن حق الايجنت دوت ان يبقى له جوه المنطقه اللي هم محددينها له، مثلا زي شركه مثلا زي مثلا فورد عملت سول واكسكلوسيف مثلا للجزيره، فالجزيره ممكن تدي في بعض المناطق لشركات تانية تقول له والله انت الايجنت بتاعي في الحاله دي، يعني الايجنت ذات نفسه ممكن يبقى له ايجنت او ممكن يبقى له ديستريبيوتر، مش شرط مثلا شركه الجزيره، ممكن شركه تانية. طب سول ريبريزنتيشن هنا هو ذات نفسه هو اللي بياخد كل حاجه خاصه بال التريتوري دي، اللايبيليتي والريبريزنتيشن وكل حاجه، وهو الوحيد يعني ما يقدرش يجيب واحد تاني غيره. طيب الاكسكلوسيف، الاكسكلوسيف بقى اللي هي بقى اللي احنا بنقول عليها الحصري، هو واحد بس واللوكيتد في تريتوري دي. زي مثلا يعني نجيب مثلا زي مثال شركه كاتربيلر، شركه كاتربيلر مثلا عامله شراكه، لو انت مثلا بتقول ان في سول مثلا سول ايجنت مثلا لكاتربيلر في مصر شركه منصور، الاكسكلوسيف منصور. ليه؟ هو مفيش غيره ومنصور هو الوحيد اللي بيبيع، فهي ممكن تبيع لشركه تانيه بطريقه تانيه بس لازم تعدي عن طريق منصور. لكن السول ان احنا بنقول هو الراجل بياخد كل حاجه خاصه بيها، يعني ما تقدرش ان هي تدخل حاجه الا لما تقول لشركه منصور انا شركه كاتربيلر في مصر لازم اقول لهم والله في بتاع، لا يا جماعه احنا في سول ايجنت لينا موجود في مصر اسمه مثلا شركه منصور، هي دي اللي بتبيع منتجات كاتربيلر. شباب عشان عارف ان هي كانت عامله لنا مشكله في ال في ال معلش ممكن تاني يا محمد معلش اسف. تمام مره تانية يعني هي حصري، هي حصري الاكسكلوسيف حصري
اتوقع انها باينه يعني آه. اتوقع انها باينه مفيش حد غير الراجل ده هو اللي يبيع منتجاتنا السول هي دي اللي فيها مشكله السول تمام يعني يمكن سول واكسكلوسيف وسول الفرق مش يعني الفرق مش واضح يا ريت الله يكرمك يا محمد لو مثال هنا مثلا على الجزيره او على مثلا على عبد اللطيف جميل على اساس ان هو تبقى واضحه اوكي سول واكسكلوسيف عندك محمد شركه الناغي ال جي لها محلات بتبيع ال جي فقط او تبيع عن طريق اكسترا تي دي والشله دولة تمام فهذا اللي هو السول انه انا كوكيل للمنتج ابيع عن طريقي مباشر شركه تويوتا ليها محلات وشورومز او عن طريق المعارض اللي موجوده اما الاكسكلوزيف انا كوكيل ما اقدر انافس الريبريزنتيف حقي مستحيل خلاص الريبريزنتيف حقي هو لوحده هناك ما حقدر انافسه تمام 100% فيصل وفيصل جابها وهقولها تاني سول وضحت يا هشام ماشي يا فيصل الله يعطيك العافيه حبيبي كده تمام كده تمام الشباب كلهم أوكي. تمام ان شاء الله اوكي شكرا فيصل تمام يا شباب الاكس ديستريبيوشن كونتراكت اند فاريشن الاكسبورت ديستريبيوشن اجريمنت ان احنا بنعمل ما بين اكسبورتر والمانيفاكتشر بمعنى زي ايه مثلا زي مثلا عندنا في الشركات في شركه زي شركه يونيليفر يونيليفر هي عباره عن الشركه الام اللي موجوده في الدنيا كلها السعوديه ليها واحد اللي هو بنزجر دوت الهول سيلر هي بتعمل ايه بدي بقول له والله انا هدي لك البضاعه اللي عندي مثلا هدي لك في السنه بس في السنه هتاخد مثلا ما يعادل مثلا 100 مليون او 100 او مليار ريال او مليار دولار فانت هتاخدهم كل سنه المبلغ دوت البضاعه بالقيمه دي وهتبيعها ما ينفعش ترجع لي حاجه وما ينفعش تيجي تقول لي والله لا انا ما اقدرش طبعا هنا في الحاله دي لو حصل ظروف في مشكله في ظروف قهريه او ان زي ظروف السوق مثلا ممكن ارجع اقول له لا والله انا بعد اذنك وانا عايز اغير العقد ده واضح يا شباب شباب تمام طيب انا هاخد السلايد دي وناخد 10 دقايق بريك عشان ايه تو ريفريش اور سيلف الاكسبورت ديستريبيوشن كونتراكت والفاريشن اللي احنا بنتكلم فيه تو تايبس اوف اكسبورت ديستريبيوشن كونتراكت في حاجه اللي هو بنقول عليها الديستريبيوتر از اندرتيك to place fixed annual orders يعني في مبلغ محدد ان انت بتعمله كل سنه تمام والله انا والله عندي مبالغ بمليار دولار والله انت هتبيعهم وتاخدهم طب الحاله الثانيه الديستريبيوتر ميرلي undertake to place such order if and when the customer required بمعنى اصح نيجي في حاله ثانيه مثلا بنزجر مثلا يونيليفر بتقول له انت هتاخد الحاجات دي وهتبيعها تمام امين الديستريبيوتر تاني بقى بيقول لهم ايه مثلا زي كاتربيلر كاتربيلر هنا في السعوديه اللي الشركه اللي بتاعتهم بيقول له والله انا عايز التراكتور دوت او الجريدر دوت او الحفار ده او الكلام ده كله فمواصفات محدده فما اقدرش ان انا اخد من كاتربيلر امريكا طب ايه اللي بيحصل انا باخد المواصفات من العميل وببعت لامريكا فيبتدوا ان هم يبعتوا لي البضاعه اللي انا بطلبها فده الفرق ما بين اللي فوق الحالة اللي فوق والحالة اللي تحت مفهوم يا شباب المثال كان واضح طب تهت مني مرة تانية الحالتين في حاجة ان احنا بنقول fixed annual orders بمعنى اصح الحالة الاولانية مثلا زي شركة يونيليفر مثلا او شركة مثلا سيارات بتقول والله انت هتاخد مني مثلا 100,000 عربية في السنه فانت اوريدي مثلا البرنسبل هنا بيقول للايجنت بتاعه اللي موجود بيقول له لو سمحت انت في 100,000 عربيه هتاخدها في السنه او ان انت هتاخد مثلا 10,000 عربيه من اكس و100 عربيه من واي و1000 من كذا وقال لهم ده العقد بينص على هذا فبناء عليه عقد الوكاله انت بتضطر ان انت تاخده زي ما هو
طب الحاله الثانيه، الحاله الثانيه ان في حاجات اللي احنا بنقول عليها الكاستمر البضاعه ذات نفسها متغيره. يعني انا مثلا الجريدر مثلا او الونش او مختلف من حاجه لثانيه، وله احجام مختلفه وله ريكويرمنتس مختلفه من كل واحد. طب ايه اللي بيحصل في الحاله دي؟ الديستريبيوتر هنا بياخد المواصفات من العميل ويبعتها للبرنسبل، وبناء عليها الاكسبورتر او البرنسبل بيبعت له البضاعه دي بناء على الريكويرمنتس بتاعت العميل. وضحت يا بس شباب كلكم؟ طب ناخد 10 دقايق ونرجع الساعه 9 معلش على السريع الان. معلش انا كمباني على قولتهم عندي بضاعه وزي كذا، اللي خليني ارسل اعطيك حق التوزيع للبلد دي ومقابل انك انت تعطيني فيكست انوال ريكويرمنت، حاخذ منك 100 مليون ريال في السنه عشان انا اضمن انه انا بضاعتي بتنباع بالبلد. اما مثلا انا اعطيك اياها اللي هو السكند تايم، اعطيك اياها واحط يدي على خدي وانتظر انك انت تروح تعمل ماركتنج في البلديه وتقنع الكاستمر يشتري او ما يشتري، والكاستمر كاستمايزيشن ريكويرمنت، وتجيني ايش الفائده هنا؟ وهنا الفائده هنا ان انت اصلا هو ده الراجل اللي موجود، ده الديستريبيوتر بتاعك، مفيش حد هيشتري غير منه. لكن البضاعه ذات نفسها مش ثابته، يعني مثلا مش عربيات، يعني مثلا انا ما بروحش اقول له والله انا عايز العربيه مثلا اللي مثلا انا عايز اكسبيديشن، يعني مثلا عندي اربع خمس انواع من العربيات، فانا باخد الاربع خمس انواع عربيات وببيعهم. ليه؟ لان هما ما فيهمش تغيير، انت هشتري واحد يا اثنين يا ثلاثه يا اربعه يا خمسه كعميل. لكن في بضاعه بطبيعتها مختلفه يونيك، البضاعه دي زي المعدات الثقيله، المعدات الثقيله مختلفه من واحد للثاني. يعني حتى لو حد فينا شاف المعدات اللي هم دلوقتي بيشتغلوا بيها في الرياض، التراكتور اللي هو بيسحب او الجريدر اللي بيسحب التراب اللي قدامه ده مختلف عن التراكتور، ده مختلف عن الونش، ده وله احجام مختلفه، يعني مش حجم واحد، له اكتر، ليه واحد طن وفي واحد 5 طن وفي واحد 10 طن، في واحد اكتر من كده ويوصل ل 100 طن. فالبضاعه ذات نفسها مختلفه. فهنا في الحاله دي بيبقى ده الديستريبيوتر بتاعي بياخد المواصفات. طبعا انت بالنسبه له انت مش بتبيع حاجه واحده، انت بتبيع حاجات كتير، لكن انت بتبيعها عن طريق الراجل ده، وهو كمان بيبقى مسؤول عن الصيانه بتاعتها مثلا، بيبقى مسؤول عن الماركتنج بتاعتها والكلام ده كله. جميل. هل ممكن يكون العقد حق الموزع يكون هو انا كموزع امتلك الحق باني انا اطلب منك نفس القطع اللي انت بتصنعها بشكل عام، او اني اطلب منك كاستمايزد اوردر اللي هو التو تايمز، ولا انه العقد لا لازم وان تايم؟ لا مفيش حاجه اسمها وان تايم، يعني ما اقدرش اقول لك، يعني في الحياه العمليه الكلام ده ما بيحصلش، مفيش حاجه بتحصل بالطريقه دي. هو كل بيزنس له اختلافه. انا بس بقول لك ايه الفرق مثلا ما بين البيزنس مثلا بتاع العربيات، والفرق ما بين البيزنس مثلا طريقه الديستريبيوشن بتاعت البيزنس بتاعت المعدات الثقيله. الاختلاف البيزنس بيختلف الوضع القانوني والكونتراكت ذات نفسه. تسلم الله يعطيك العافيه يا باشا. الله يعافيك. 10 دقائق يا شباب ونرجع دلوقتي 9:18 عندي 9:28 تمام، خليها 9 ونص نرجع ونشتغل على طول باذن الله تعالى. باذن الله. اوكي.
طيب الجزء الخاص عندنا دلوقتي ان احنا بنتكلم على الـ على الديستريبيوشن اجريمنت. ديستريبيوشن اجريمنت احنا كنا بنتكلم عليها ان في حاجه زي ان انت بتشتغل عليها وزي انت بتشتغل از ديستريبيوتر، وبعض الاحيان ان انت بيبقى في بعض الشروط ان انت موجود، هل انت بيبقى حاجه عدد فيكسد اوردرز ولا انت بتبقى في يونيك اوردرز بالنسبه للعملاء. طب نبتدي بقى، نبتدي تاني الـ closest distribution agreement ان احنا عندنا في primary drafted to define the goods. ايه هي العقد بتاعهم distribution agreement؟ لازم نقول ايه هي البضاعة اللي احنا هنوزعها والتريتوري اللي احنا هنوزع فيها، وهل انا في الحالة دي هبقى سول ولا اكسكلوسيف ولا سول واكسكلوسيف. وطبعا طبعا الاساس بنعرف الديفاين، وبعد كده بالديفاين البرايس اللي نعرف السعر اللي موجود، ونبتدي ان احنا نشوف الباينج والسيلينج رايتس للبرنسبل للحاجه للبضاعه دي. الجزء اللي بعد كده ان انت لازم تقول له والله الادفرتايزنج الماركتنج الحاجات دي كلها انت بتعملها ازاي. مثلا ابل مثلا بتطلبها بشكل معين، ال جي والله عايزها بشكل معين، سامسونج الشركات الكبيره بتطلب الماركتنج لازم تعملها بطريقه ما، وبيتفق معاك على كل الشروط والعلامه بتبقى باينه ازاي، والله دي طالعه كذا. لو احنا عملنا في معرض مثلا سي مثلا في معرض في الرياض او المعارض اللي موجوده، المعارض مكتوبه ازاي وايه اللي مكتوب عليها، وسامسونج بتبقاش ظهرت ازاي والاسم وهلوم جر. الديستريبيوتر هنا مثلا يعني ممكن انت مثلا تبقى انت ديستريبيوتر وتعمل ديستريبيوتر ليك مثلا، يعني انت مثلا كشركه مثلا من الشركات مثلا زي شركه الناغي مثلا، او كشركه مثلا سامسونج، وسامسونج مثلا هنا المدبولي بيعمل له ديستريبيوتر ليه هو، فبرضه كمان بيقول لهم والله المحل يبقى محل سامسونج ومكتوب عليه من فوق سامسونج وهلم جره، ولازم ايه والادفرتايزنج ازاي والتريد ماركس كل الكلام ده كله. العقد هنا طبعا، اتفضل استاذ فراس. يعطيكم العافيه. كان انا عندي استفسار بس بسيط، يعني يمكن شوي سايد اوف بالضبط هذا السلايد، بس يعني طلع على المادة احنا بتلاقي فيها اللي هو الساينس اوف لو، يعني احنا يمكن اغلبنا مش محامين ولا إلنا بالقانون، هاوفر يمكن البعض بالاكسبيرينس عنده كان له علاقة بالشغل هذا. انا بطبيعة شغلي كان في لي بعض الانتراكشنز مع بعض الكونتراكتس والشغل، طبعا ولا بتوقع يمكن وقت الاساينمنت يكون مطلوب منا حتى الصياغه تكون بشكل قانوني او الترمينولوجي اللي نستخدمها تكون قانونيه 100%، لانهم عارفين انه احنا مش
لا احنا محامين ولا احنا دارسين قانون. الهدف من السؤال انه وقت ما يكون مطلوب في كيس كتابة كونتراكت regardless of اللي بيكون مطلوب، هل هو international contract بين agent و manufacturer برا السعودية مثلا، أو two companies بنفس البلد، هل الكونتراكت اللي بينكتب فيه terms محدد فيكس مثلا، بيقول هذا الكونتراكت بهذا النوعية فيه له 15 تيرم لازم يكونوا موجودين، ولا هي بتعتمد على صياغتك انت للكونتراكت، انه مثلا الكونتراكت لازم يبدا بمقدمه تعريف بالشركات، السكوب تبع الكونتراكت ايش الهدف منه، بيع وشراء بضائع معينه ولا خدمه معينه، والتيرمز هذه انت بتكتبها بحيث انه تحمي نفسك انت كباير او تحمي نفسك كسيلر. هو احنا هنا الاجابه هنا ان انت اي عقد بتكتبه بناء على الظرف اللي موجود فيه، الشروط اللي موجوده فيه بعض الشروط شروط اساسيه. اولا لازم تقول مين الطرفين اللي موجودين وتعرفهم ومكانهم فين وعنوانهم والمحل اللي هو اللي احنا بنقول عليه المحل القانوني. الحاجه الثانيه ان انت تعرف نوع الخدمه او البضاعه او الشراكه او ايا كان الحاجه اللي انت بتعملها. للاثنين بتحدد المنطقه، بتحدد السعر، بتحدد الشروط الجزائيه لو في اي شرط جزائي، لو في اي ديفكتس، لو في اي مشاكل، بتحدد المحكمه اللي انت بتلجا لها. يعني مثلا والله احنا والله في حاله وجود اي ديسبيوت احنا هنلجا مثلا لمحكمه التحكيم الدولي، بنلجا للمحكمه العامه بالرياض، نلجا لمحاكم نيويورك. الحاجه الرابعه ان انت بتبتدي تحط اي شروط خاصه حسب الكيس اللي انت بتتكلم عليه. اتمنى مفهوم 100% 100%. تسلم، شكرا لك. العفو، شكرا. هي بصوا يا جماعه احنا اللي احنا بنعمله هنا ان احنا بنفهم الكونسبت ذات نفسه. الامتحان عاده الكيس سواء هنا او اي حاجه تانية ان انت بتتكلم على كونسبت. الكونسبت بقى اذا احنا فهمناه جاي مين جا شمال، احنا فاهمين هو بيجي ازاي وايه اللي بيحصل فيه. طالما الكونسبت واضح فخلاص احنا بنعرف الكيس اللي قدامنا ايه وبنبتدي نتصرف. تمام، ندخل على اللايسنج. اللايسنينج ان احنا بنعترف في حاجه، اللايسنينج اجريمنت ان احنا في اجريمنت ما بين حاجتين، واحد اسمه لايسنور اللي هو الراجل صاحب اللايسنس دي، مثلا شركه مايكروسوفت عندها اللايسنس بتاعه الاوفيس او عندها اللايسنس بتاعه الويندوز، فهي مايكروسوفت بالنسبه لنا هتبقى اللايسنور. الشخص اللي بياخد الاوثوريتي عشان يستخدم اللايسنس دي اللي هو لو انا اشتريتها مثلا من مايكروسوفت مثلا اونلاين، او اشتريتها منها ذات نفسها او من اي محل تبعها او تبع الاي تي، ففي الحاله دي انا شخصيا اللي بستخدم اللايسنس ده اسمه لايسني. انا بستخدم ديه لاهداف ما. طب ايه اللي بيحصل؟ اللايسنس هنا طبعا احنا بنتكلم على ايه البروبرتي ان انت بتستخدم الحاجه دي لغرض طبعا قانوني. يعني هنا مثلا ما بتستخدمش مثلا الوورد او بتستخدم مثلا الحاجات دي مثلا لغرض ان انت مثلا ايه تطبع فلوس، فانت هنا بقى الغرض غير قانوني. لا، انت في حاجه هنا غرض قانوني بتستخدمه بيها. مثلا انا بستخدم الاوفيس عشان شغلي، فطبعا لما انت بتشتغل بتاخد الاوفيس اللي هو خاص بالبيزنس غير لما بتاخد اللايسنس بتاعت الاوفيس اللي هي خاصه بيه الانديفيدوالز، عشان كده حتى كمان تلاقي ثمنها هنا او هنا او السمول بزنس او اللارج بزنس بتلاقي الاسعار حتى مختلفه. طبعا لازم هنا بتقول له ايه السبجكت ماتر بتاع اللايسنس، هل هو بتتكلم في بيتنت، بتتكلم في تريد مارك بيتنت مثلا، انا والله عندي الراجل اخترع مثلا شخص ما اخترع مثلا حاجه جديده فبناء عليها باخد اللايسنس عشان مثلا انتج الحاجه دي، فانا باخد البيتنت بتاعه عشان اشتري حق الحق ده هو حق الاختراع ان انا ابتدي ان انا اشتغل عليه.
التريد مارك اللي هي مثلا انا باخد التريد مارك مثلا بتاعه فورد، فانا لازم ان انا بدفع فلوس قدام اللايسنس دي. انا مثلا بعمل التريد مارك بتاعه او اللايسنس بتاعه مايكروسوفت اوفيس، فمايكروسوفت اوفيس انا باخد الحاجه الخاصه بيها، دي الجزء اللي خاص باللايسنس. يا ترى يا رب يكون الكلام مفهوم. اي حد له سؤال على اللايسنج قبل ما نخش في الفرانشايزنج؟ بص يا محمد، هو في سؤال عام كده شويه يعني يمكن بدل في خاطرنا وبعض الزملاء. اتفضل. على موضوع احنا هل او ايه الايدل كونتراكتس، يعني بمعنى ايه؟ احنا خدنا حالات كتير قوي، بس العقد مثلا في الراجل بتاع السول مثلا لو رجعنا من كام سلايد، او العقد مثلا اللي هو بتاع الاكسكلوسيف لازم يحتوي على ايه؟ ايه الحاجات اللي بيحتوي عليها العقد ولازم تبقى موجوده؟ ماشي، يعني لو احنا مثلا بنتكلم على هنا مثلا العقد مثلا لازم يقول لك، والله لو هو سول واكسكلوسيف لازم يقول لك ان هو الدواء ايه نوع العلاقه التعاقديه، هي علاقه سول اند اكسكلوسيف ديستريبيوشن اجريمنت. فبقول له والله ان انت سول، ان الطرف الاولاني سي مثلا ال جي بتتعاقد مثلا مع شركه مثلا اكس، مع شركه احمد، مع شركه هشام، فشركه هشام هي السول والاكسكلوسيف ايجنت او ديستريبيوتر ليهم، لازم تحدد نوع العلاقه التعاقديه. ده الطرف الاولاني كذا مثلا شركه ال جي، الطرف الثاني شركه احمد وهشام، والله احنا بنتكلم ان شركه ال جي رأت ان هي عشان تدخل السوق السعودي فهي عايزه تعمل الحاجه دي. طب هتعمله ازاي؟ هتعمل الحاجه دي بناء على العقد. ايه علاقته ان سول ان شركه احمد وشام هو الوكيل الوحيد والحصري لشركه ال جي في المملكه العربيه السعوديه او مثلا في الخليج او ايا كان، وان هي تتصرف بناء عليه وكذا، ان البضاعه اللي بتجيلها بناء مثلا على العقد المرفق مثلا، ان والله في مثلا بيان مرفق انا بقول لك والله انا هبيع لك من البضايع اللي عندي واحد واثنين وثلاثه واربعه، البضاعه دي سعرها كذا او سعرها كذا او سعرها كذا، او بقول لك والله على حسب سعر البضاعه في الوقت اللي انت بتشتري فيه، او ان انت ليك مثلا البضاعه بسعر مثلا بخصم 30% او 40%، ده السعر. بتبتدي تخش على البضاعه ذات نفسها، ايه هي البضاعه؟ والله احنا هنبيع مثلا تكييفات واجهزه تلفزيون وموبايلات، وهنبيع مثلا شاشات كمبيوتر واجهزه كمبيوتر، لابتوب وديسكتوب او لابتوب الخاصه بماركه ال جي، احنا هنبيع منتجات مثلا كذا، او هنبيع المنتجات الخاصه بال جي اذا كنا هنعملها، والمنتجات اللاحقه بيها والتي سيتم مثلا التعرف عليها بعد كده. والله احنا مثلا احنا بالنسبه لينا ان انت السول والاكسكلوسيف انت هتبتدي تعمل الماركتنج، احنا هنتحمل من الماركتنج ده نسبه كذا، او احنا هنتحمل الماركتنج كله مثلا. الاسعار بتاعتها سواء ان انت بتحطها في الكبيان، او انت مثلا تقول له لا والله انا بعد كده هنتعاقد معاك بهلم جر. الو شباب، بس هو النقطه مش العقد، يعني انا كنت بدي ده كاكزامبل. بمعنى ايه يا محمد؟ الناس عايزه تشوف او عايزين نعرف هل في سامبل كونتراكتس هتبقى موجوده، السامبلز دي هتبقى يعني حد من الشباب سواء انت او مراد ان شاء الله السيشن اللي هي اللي بعد الجايه هتوضحوها، فهنقدر ندي الناس اوفر فيو الشكل ده لايف بيبقى عامل ازاي؟ هل دي موجوده ولا لا؟ متهيألي دي موجوده، بس حتى دي يا هشام برضو بتختلف من خدمه لخدمه او من طريقه لطريقه. يعني مثلا زي ما بقول لك، يعني انت مثلا بتكتب عقد عادي غير مثلا بتكتب عقد ديستريبيوشن، الغرض ذات نفسه بيتغير، فانت في اجزاء فيها بتتغير لكن في اجزاء ثابته. يعني الاجزاء الثابته زي ما هي موجوده هنا مثلا، ايه هي؟ بتعرف البضاعه، بتعرف المنطقه، بتعرف الاسعار، الحقوق للبايع وللمشتري. انت عندك حقوق، انا والله عايز والله اخد البضاعه بخصم، واحد تاني بيقول لك لا انت هتاخد البضاعه وانت تعمل، انا والله هعمل ماركتنج للكلام ده، فانا بقول لك لا انت اللي هتعمل ماركتنج وتتحملها كديستريبيوتر، لكن انا مش هتحمل حاجه.
لا انا مثلا كديستريبيوتور شايف ان انا ببيع مثلا، انا الوكيل الوحيد والحصري ليك، فانت بتتحمل الكلام ده كله. انا بجيب بعلم الناس عندي ازاي تعمل صيانه عندك وانت بتتحملها مثلا، هبعت لك الناس كوريا والناس في كوريا هتتعلم الكلام ده كله على حسابك مش على حسابي. انا مثلا هدفع تذاكر طيران. في شروط اساسيه وفي حاجات بتبقى ايه ممكن تكتبها على حسب ما انت بتعمل. محمد ممكن اضيف حاجه بعد اذنك؟ اتفضل. هو انا دلوقتي اللي انا فاهمه ان كل اللي احنا بندرسه حاليا هي حالات لاشكال ممكن يتحطت في الكونتراكت علشان تقدر تخرج كونتراكت يميت الكيس اللي هتتقدم لك. يعني المفروض الامتحان هيقدم لك كيس، الكيس دي فيها ظروف لطرفين، وانت بناء على اللي احنا بندرسه حاليا انت هتقدر تخرج كونتراكت يناسب الكيس دي. لا امال احنا بندرس الكونسبت اللي هو موجود اللي في الحاله دي بتبتدي يدي لك الكيس تعرف تحلها، سواء الحل ده بيقول لك كونتراكت او بيقول لك هل الكلام مين لو حصل مشكله مين الطرف الصح ومين الطرف المخطئ، وبناء على كده ايه سبب الخطا وهل الكلام ده موجود ازاي. تمام. الكونتراكت يا جماعه جزء من الحاجه دي لكن مش كلها، يعني مش الامتحان هدي لك ثلاثه كيسز واحنا الثلاثه كيسز هيبقى فيها ثلاثه كونتراكتس هنعملهم. هو ممكن يدينا كيس يقول لك اعمل لي كونتراكت بناء على الكلام اللي فوق. طيب انا لغايه دلوقتي اللي انا شايفه حاليا ان احنا ما عندناش القدره ان احنا نقدر نقول على المعطيات اللي احنا واخدينها ده الكلام ده صح ولا غلط. يعني انت لو اداك كيس الكيس دي فيها وضع معين بناء عليه هتقول الوضع ده صح ولا غلط. ازاي يعني؟ ما انت بتقول دلوقتي انه ممكن يدينا كيس ويقول الكيس دي احكم فيها الخطا فين؟ المشكله من فين؟ هنقدر نحدد ده ازاي؟ لا تحدد ده بناء على الكونسبت اللي بيتحكي لك، يعني مثلا انت والله بتقول ان انا عندي مثلا عملت ايجنت، علاقه ايجنت مثلا مع شخص زي الكيس اللي هو بعتها لنا الحل بتاعها. والله انا عملت مثلا انا شركه في السعوديه وعامله مثلا مع شركه في وقت. نتيجه الكلام ده كله والله انا عامل ايجنت، عامل ايجنسي مثلا او لشخص ما، فالشخص ده هو اللي بيوقع بناء عني، الشخص ده اخطا. فهل انا كشركه اخطات كبرنسبل ولا لا؟ والله انت عامل ايجنت كونتراكت او علاقه تعاقديه ان الراجل ده الايجنت بتاعك وانت البرنسبل، فالراجل بره بيرجع عليك، لو في شرط جزائي بيرجع عليك. مثلا إيه طب ليه الكلام ده؟ والله لان الراجل اللي عندك هو اللي مضى وما قالش. هو بيقول لك ان احنا عملنا ونتيجه اخطاء مثلا ما قالش ان المنطقه دي منطقه عسكريه ومضينا العقد. والعقد فيه شرط جزائي مثلا مليون ريال. طب انت ما قلتليش ان المنطقه دي منطقه عسكريه مثلا زي ما حصل في الكيس. طب في الحاله دي انا كراجل قلت العقد معاك انا ماليش ذنب. فهي هي كونسبت مثلا انا في حاجه مثلا شهيره كنت على طول بتعمل لي مشاكل مثلا في القانون التجاري او السيفل لو الكونسيدريشن مثلا الاوفر والاكسبتنس والكونسيدريشن. انا راجل دلوقتي دخلت سوبر ماركت ففي قدامي مفيش هنعمل حاله تخيليه ان انا عندي ازازه بيبسي واحده فانا دخلت واحد دخل دفع الفلوس على الكاشير ودخل لكن انا دخلت وخدت ازازه البيبسي او الكان بتاع البيبسي من على الشلف ودخلت عليها. يا ترى في الحاله دي مين اللي له حق في ازازه البيبسي؟ اللي دفع الفلوس ولا اللي دخل خدها وطلع؟ طلع على الكاشير. شباب هو مفيش صوت ولا ايه؟ موجود يا محمد. اتوقع اللي دفع الفلوس طبعا هو اللي ياخد. لا ايه رايك ان مش هو اللي دفع الفلوس اللي ياخد؟ قانونا مين اللي عمل اكسبتنس الاول؟ اللي راح خد البضاعه. الشروط ماشيه ازاي؟ اكسبتنس بعد كده كونسيدريشن لكن مش كونسيدريشن وبعد كده اكسبتنس.
ماشي يا فيصل، انا عندي دلوقتي دخلت سوبر ماركت في ازازه، في كان بيبسي واحده، انا دخلت على الشلف هي ما فيش غيرها فانا خدتها وطلعت على الكاشير، لكن في واحد تاني عشان هي واحده داخل على الكاشير على طول ودافع الفلوس. في الحاله دي مين اللي عمل اكسبتنس الاول؟ اللي عمل اكسبتنس الاول هو الشخص اللي خد البضاعه. انت عملت اوفر حطيتها على الشلف، انا دخلت على الشلف خدتها. التاني لا، التاني دخل بعدين راح دفع. هي كونسبت، فانت في الكونسبت ده اللي احنا بنشرحه بناء عليه بتاخد بتعرف تحل الكيس اللي عندك. تبتدي تحدد ايه هم الاطراف والعلاقه عباره عن علاقه ايه، مثلا ايجنسي، لايسننج، فرانشايز، مثلا لو احنا بنتكلم في الديستريبيوشن بنتكلم والله على سول ان اكسكلوسيف فهنا ليها شروط، لا بتتكلم على ان هو سول بس، فانت لا والله الراجل قال لي ما تبيعش بضاعه الا بضاعه ثانيه، قول انا اسف احنا سول ايجنت ده العقد فانا بعت بضاعه ثانيه معايا ال جي مثلا وتوشيبا، لا انا اكسكلوسيف فانا ما اقدرش ابيع الا البضاعه دي بس، انا عينت ايه، انا عملت ديستريبيوتر ثاني، لا انت مش من حقك انت راجل سول بس فانت ما تقدرش ان انت تعمل كده او هلم جرب. فدي ده الكونسبت اللي احنا بنحاول نشرحه دلوقتي. تمام يا شباب؟ شباب طيب نكمل. استاذ فراس هشام انتوا معانا؟ محمد نكمل معايا. طيب ماشي، معلش انا لقيتكم سكتوا فاتخضيت بصراحه، قلت يمكن في مشكله عندي في الـ في الـ في الكونكشن. شباب تمام معاك؟ تمام. نكمل بقى بعد كده، احنا بعد كده في حاجه اسمها الفرنشايزنج. الفرنشايزنج دي مشهوره جدا وكلنا عارفينها. الفرنشايزنج دي ان احنا بناخد اللايسنس بنعمل فرنشايز ليها، زي مثلا كنتاكي. كنتاكي معروفه هي موجوده، فانا باخد والله يا راجل في السعوديه فبعمل عقد فرنشايزنج، فبناء عليها ببتدي ان انا اشوف ايه اللي بيحصل. الكلام ده كله ان انا ببتدي ان انا اقول مثلا يا جماعه انا هعمل هاخد عقد، اعمل عقد انا هبقى الراجل اللي موجود. بس الفرنشايزنج هنا فيها قصه. اول حاجه لازم ان انت بتعملها بنفس الشكل وبنفس البراند، يعني ما تقدرش مثلا تعمل ماكدونالدز مثلا وتقول له والله لا انا هحط بدل ما هي اصفر واحمر انا بعد اذنكم هعملها ازرق واخضر. هنا الشروط هنا واضحه، اللايسنس هنا الفرنشايزنج لازم تعملها كانك موجود المحل الاصلي بنفس البضاعه، لا بل بالعكس ان انت مثلا زي ماكدونالدز او كي اف سي وبرجر كينج بتاخد منهم كمان نفس البضاعه، يعني مثلا يقول لك ايه انت المكونات اللي عندك هتشتريها من امريكا. زي بعض مثلا زي مثلا الناس اللي بتروح ستيك هاوس لو دخلت جوه في المطبخ بتلاقي بيجيب مثلا اي ستيك او اي حاجه بيجيبها من قلب المخزن، هي قطعه واحده بيجيبها، لو شلت عليها تلاقي عليها العلامه بتاعه الراجل الاصلي اللي حاطها لك الفرنشايز اجريمنت. تمام. نمشي بقى على بعدين. انواع الشركات عندنا بعض الشركات دي، في عندنا شركات مالتي ناشونال مثلا زي اس تي سي، زي موبايل، زي مايكروسوفت مثلا شركه مالتي ناشونال. ليه؟ لان الشركه موجوده الهيد اوفيس بتاعها موجود في امريكا وليها اكتر من شركه وموجوده السبسيدريز بتاعها على مستوى العالم وبتعمل الكلام ده. الشركات دي الاستابليشنج بتاع النتورك بتاعها بتاع السبسيدري لازم تعمل حسابك ان في بيرنت كومباني مع السبسيدري والعلاقه فيها علاقه تاثير، بمعنى ان مايكروسوفت مثلا سعودي عربيا كسبسيدري بشركه مالتي ناشونال ما تقدرش ان هي فجاه كده تخترع حاجه وتقول لك والله احنا هنمشي بطريقه ما بره الشركات اللي بره.
عشان كده تلاقي اغلب شركات المالتي ناشونال حتى الاداره بتاعتها الاكزكتيف مانجمنت بتاعتها بتبقى جايه من بره من الشركه الرئيسيه. الادفانتج بتاعتها بتاعت الشركات المالتي ناشونالز ان الشركات دي ميزتها ان هي بتاخد تاكس ادفانتج، الامبلويمنت بوليسي، البابليك سبسيدريز والجنرال دوميستيك لوز. الحاله دي انت طبعا كسبسيدري انت بتلتزم بالقانون اللي موجود بتاعك بتاع البلد المحلي اللي انت شغال فيه. يعني مثلا مايكروسوفت شغاله في السعوديه بتلتزم بقانون الشركات السعوديه او بنظام الشركات السعوديه، بتشتغل بنفس نظام العمل السعودي، نفس القوانين المحليه، كل الكلام اللي هو بتشتغل عليه. تمام. جلوبال كومبانيز، جلوبال كومبانيز دي الكونسبت تاني يعني قريب جدا للشركات اللي هي المالتي ناشونال، بس بيبقى ليه حاجه تانية. الشركات دي بتبقى مينلي مثلا سبلاي تشين، ماركتنج، ريسيرش اند ديفلوبمنت. الشركات الجلوبال كومبانيز دي ان احنا بنعمل حاجه اسمها وان براند وان اسكليشن، بنشتغل على الانترناشونال ماركتس كلها. الشركة دي بتبقى إلى حد ما شركات اللي هي شركات انترناشونال المالتي ناشونال أو الانترناشونال، بس شغالة بنفس الكونسبت بنفس النتورك، بيبقى جواها القوانين الداخلية بتاعتها. طبعا بتلتزم بقوانين البلد، لكن القوانين الداخلية للشركة هي بتبقى بنفس القانون الداخلي بتاع الشركة الأم. يعني مثلا لو أبل فتحت مثلا أبل ستور في 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 الإمارات، فهو بتلاقيه نفس أبل ستور بنفس كل حاجة اللي موجودة فيه. لو فتحوا في السعودية إن شاء الله، هو اللي موجود في نيويورك، هو اللي موجود في طوكيو، هو اللي موجود في أي حتة. لو فتحوا على القمر هتلاقي نفس الأبل ستور هو. جوينت فينشر، الجوينت فينشر اللي احنا بنقول عليها الشركة المساهمة، بتبقى شركة فيها أكتر من طرف، أقل حاجة فيها بيبقى طرفين، كل طرف فيهم بيبقى له حصة من الأسهم بتاعت الشركة، وبتبقى علاقتها كليجال لايبيليتي ليها ليجال لايبيليتي خاصة بيها أب تو لو أنا المالك مثلا بتاع الشركة، مثلا أنا ومثلا إكس وواي هم الملاك بتاعها وكل واحد له أسهم، فالليمت لو حصل إن الشركة حصل لها بعد كده إفلاس أو أي مشاكل، بتبقى ليميتد ليه الحصه راس المال او مجموع راس المال العامل، لكن ما بتقدرش ان انت ترجع فيها على الملاك، يعني الاموال الخاصه للملاك. الكونسورتيا دي اللي هي اللي احنا بنقول عليها الشركات الخاصه، او الشركات احنا بنقول عليها في مصر هي شركه محصن. الشركات الشركه دي بتبقى شركه، اغلبها بتبقى شركه فرديه، بتبقى ليها كلايبيليتي ليجال لايبيليتي، انت بتبقى اللايبيليتي بتاعتها لحتى لاموال الملاك، يعني انليميتد لايبيليتي. لو انت بترجع لو واحد حصل له مشاكل بيبقى انليميتد لايبيليتي ممكن ترجع عليه، لو فلوس الشركه او قيمه الشركه ما قضيتش بترجع فيها على فلوس الخاصه للملاك بتوع الشركه. احنا برضو ممكن، واللي هي برضو بيتقال عليها من ناحيه تانية الشركه الفرديه، بس الكونسبت اكتر كقانونا هو اللي احنا بنقول عليها شركات محصن. دي كده احنا خلصنا الجزء ده. حد له اي سؤال قبل ما اقفل؟ شباب تمام يا محمد؟ طب تمام. مديول الخامس اللي هو بنتكلم عليه اللي هو الالتيرناتيف ديسبيوت ريزولوشن، اللي هو اللي بنتكلم عليه الاي دي ار. احنا معاك يا محمد، الله ينور. بسم الله ما شاء الله عليك. الله يخليك يا رب، تسلم يا رب. احنا بنتكلم هنا على حاجه، هنا بقى اللي هي الكيسز اللي احنا بنتكلم عليه، نيجوشيشن بيحصل، سيتلمنت، اربيتريشن، ميديشن، البرايفت ترايلز، الكلام ده كله.
الديسبيوت التورنتيف ديسبيوت ريزولوشن اللي هي الطرق المختلفه لمعالجه اي خلافات بتحصل. بمعنى ان انا عندي دلوقتي اكتر من خلاف طب ازاي احله؟ والله مثلا ممكن اعمل مثلا نيجوشيشن اند سيتلمنت مثلا، ان انا هقعد اتناقش مع الطرفين يقعدوا يتناقشوا مثلا الشركه اللي في امريكا والشركه اللي في السعوديه يتناقشوا مع بعض ويعملوا سيتلمنت معينه، والطرف فيهم اللي هو اللي تم حصل عليه ضرر بيدفع فلوس، او مثلا يقول لك والله لا انا هعمل لك في البضاعه، انا هشيل لك هدي لك خصم في البضاعه اللي جايه بعد كده. الاربيتريشن اللي هو الحكم اللي هو التحكيم. التحكيم الميزه اللي فيه ان هو صوره ثابته. ماشي بتقالي كده موجوده. الصوره واضحه كده يا شباب؟ وصلت؟ تمام. الاربيتريشن اللي هو التحكيم، ان انا بقول لك والله انا بعمل لك تحكيم. الميزه اللي فيه ان ده بيبقى حاجه بره، ولو بعض المزايا ان هي دقيقه واحده. فبنقول مثلا ان احنا عندنا تحكيم الميديشن اللي هو ان احنا يبقى نوع من المحاكمات، بس بيبقى بطريقه يعني اقل شويه من المحاكمه الخاصه. البرايفت ترايلز اللي هي المحكمه العاديه اللي احنا نعرفها، الميني ترايلز اللي هي محكمه بس بتبقى الطرفين قدام بعض بيبقى قدام قاضي. سامري جوري ترايلز اللي هي اللي احنا بنتفرج عليها في التلفزيون، اللي بتلاقي اللي هي المحكمه وبتلاقي في لجنه محلفين وهم دول اللي بيعملوا. تمام؟ اعيد. طيب كل حاجه ليها. طيب ماشي نعيد تاني. الديسبيوت الريزولوشن احنا عندنا اكتر من حاجه، عندنا حاجه اسمها النيجوشيشن والسيتلمنت، ان الطرفين بيقعدوا مع بعض لوحدهم. مثلا انا مثلا انا موجود هنا في السعوديه وهو موجود في امريكا، فمثلا بنتقابل في اي مكان، اروح له انا هو بيجي لي، نتقابل في مكان في النص، بنقعد الفريق بتاعه والفريق بتاعه يوصل لحل ونتناقش ونوصل للطرف المضر ان هو بيتم تعويضه. مثلا بقول لك مثلا انا والله البضاعه اللي انت بعتها فيها مشكله، طيب ايه اللي هيحصل؟ والله طيب انا هبعت لك البضاعه الثانيه بس بسعر اقل، انا هعوضك هدي لك البضاعه دي بسعر اقل، انا هدي لك كاش هحوله لك، هلوم جرى، او انت مثلا ما تدفعش الا الثمن ده هلوم جرى. في الحاله دي اسهل الحالات ان الاطراف بتقعد مع بعض وبتوصل لحل. الاربيتريشن اللي هو التحكيم، التحكيم دوا ان انت بتقول له بتيجي عند بتختاروا شخص او شخصين او ثلاثه وبتروحوا بتعملوا تقول له والله ادي موجود اهو، ونعرض عليه الحاجه دي او نعرض عليهم ويبتدي ان هم يوصلوا الحل فيها والحل يبقى ملزم للطرفين. الميديشن ان احنا بنعمل بتجيب طرف تاني، طرف تالت، مثلا الغرفة التجارية، مثلا بتروح للغرفة التجارية بتقول له والله مثلا احنا اتفقنا ان لو في مشاكل ممكن نلجأ للغرفة التجارية في حالة الميديشن، والله الغرفة التجارية الناس هم دول اكسبرت، فبيجي الاكسبرت يقول لك لا والله ادي اللي حصل وادي اللي احنا هنعمل عليه. البرايفت ترايلز ان انت بتعمل محكمة، انت بتبتدي ترفع قضية والقضية دي بتبقى قضية خاصة وبتبقى اللي هو ما بين الطرفين والقاضي. الميني ترايلز بيبقى حاجه شبه البرايفت ترايلز بس على سكيل اقل واقل قانونيه، وفي نفس الوقت بتبقى حتى الطريقه بتاعتها ما بيبقاش فيها مثلا بتقدم ورق من هنا وورق من هنا وخلاص، يعني بتبقى الطريقه يعني اسهل واقل في التكاليف. الثانيه بتضطر ان انت تجيب محامي. برايفت ترايلز
السمري جوري ترايلز اللي هي القضايا زي ما احنا بنشوف في المحاكم، اللي هي بتلاقي بقى لجنه محلفين وقضيه كبيره وناس موجوده ومحامي بياخد مثلا كذا مثلا 100,000 دولار او حاجه زي كده. فبنبتدي ان احنا نشوف ايه الادفانتج بتاعت كل حاجه. الادفانتج بتاعت الليتيجيشنز مثلا بيقول لك ليست اكسبنس، التكاليف بتاعتها الكونفينينت اند كونسيوم ليس تايم، اللي والله يا جماعه انا بعمل الكلام ده كله في وقت اقل. التشويس بتاع الاكسبرت تو بريسايد اوفر ذا ريزولوشن بروسيس، انا والله بختار خبير معين ان هو بيجي بيعمل الكلام ده كله. لو في اي مشكله طبعا هنا، لو المحاكم عموما بتبقى فيها عندها مشاكل ان انت طبعا بيبقى فيه دعايه، وممكن الدعايه دي تبقى ضدك لو انت مثلا انت والله عملت في مشكله مثلا خاصه بيك انت، فابتدا في دعايه، في دعايه مضاده، فبتضر اي طرف وساعات بتضر الطرفين كمان. البريسيرفنج الريليشن شيب بتوين تو بارتيز، ان الطرفين مش عايزين يعملوا مشاكل لان العلاقه التعاقديه والله انا عايز استمر معاك، مش عايز ان انا اخسرك. الاميديت كيس كود بي ريزولفد وذاوت بريسيدنت بينج سيت، والله ان انا ممكن في لحظتها لا والله انا بناء على الخبير بتاعك والخبير بتاعه التقرير دي والله انا مثلا حكمت الفلان بكذا، فبتبقى العمليه اسهل شويه. ناخدها بقى واحده واحده بالتفصيل. نيجوشيشن اند سيتلمنت، هنا في disputing parties بيقعدوا مع بعض informally to try to resolve differences عشان الموضوع ده يبقى. طبعا الكلام ده ما فيهوش نوع من التحكيم، ما فيهوش قضايا، لكن هو شكل من الاشكال القانونيه اللي هي اللي بنقول عليها شكل قانوني غير رسمي. انا بقعد لان ليه انا عامل عقد ما بينهم، بناقش الشروط دي وبناقش العقد وبشوف الكلام ده بيحصل بناء على ايه. الاثنين لازم يبقوا في نوع من التعاون، ما بقاش فيه طرف متشدد، لان لو في طرف متشدد خلاص النيجوشيشن دي اصلا بتفشل، زي النيجوشيشن اللي احنا بنعملها عموما، ان احنا في الاخر نحاول نوصل لحل وسط يرضي جميع الاطراف. الكيس دي طبعا ان احنا بنقول عليها الاوبشن بتاعت فور مور فورمال تايب اوف ديسبيوت ريزولوشن، ان لو في حاله ان احنا ما وصلناش لحل، فالحل بتاعها اللي بعد كده ان احنا بنوصل لاجراءات تقاضي اللي هي مثلا تروح المحكمه، لا والله هنروح التحكيم وهلم جرى. ميديشن، الميديشن اللي احنا بنقول ان احنا بنعمل بنجيب طرف وسيط بيقعد معانا، مثلا زي مثلا الحاجه اللي هي بتحصل غالبا هنا مثلا اللي هي الغرف التجاريه. الغرف التجاريه هي الناس مثلا بتبقى متخصصه في الحاجات دي، بيبقى غالبا مثلا في اقرب من التخصص، بيبقى في تجار فبيبقوا اوير بالصناعه، في ناس اكسبرتس جوه في الكلام ده كله. الطريقه ان هي الميدياتور بيقول لك والله يا جماعه ادي عشان تحلوا، ادي الحل ان انتوا تحلوا المشاكل اللي ما بينكم. الكوميونيكيشن طبعا بتبقى اسهل، الموضوع بيبقى افضل، عاده بتبقى الكوميونيكيشن ما فيش فيس تو فيس، الميدياتور هو اللي بيتولى الكوميونيكيشن ما بين الطرفين. شباب اكمل ولا في حاجه ارجع لها؟ تمام. طبعا احنا هنا الميدياتور بيوصل لحل، بيقول لك والله انا شايف ان كميدياتور انتوا اخترتوني انا ده الحل اللي موجود. طب تعمل ايه؟ خلاص انت بتاخد الحل ده، بتبتدي ان انت ادي الميتوال بروبلم، ادي الريسولفد، ادي ان احنا بنحل كده. طب في الحاله دي ان انا والله قلت لك والله لا الميدياتور ده انا بعد اذنك انا شايف ان الحل بتاعه ده مش منطقي، مش مظبوط. طب ايه اللي بيحصل في الحاله دي؟ بنروح ل حاجه تانية، ان احنا يا بتروح يا اما الاربتريشن تحكيم او ليتيجيشن. وطبعا هنا المعلومات اللي اتاخدت للميدياتور اللي هو اخدها الراجل اللي راح واخد معلومات من الطرفين، طبعا بيبقى فيه ممكن تعمل ان دي اي، او ان هو بتبقى طبعا تقول له ان قبل ما تعمل ان المعلومات دي كونفيدنشال. بعض الشركات بتوصل لمرحله ان هي بتعمل
ان دي اي اجريمنت. الان دي اي ده اللي هو نون ديسكلوجر اجريمنت اللي بتمضي عليه الميدياتور ان المعلومات دي ما بتطلعش ولا بيستخدمها في اي حاجه. ازاي بنختار الميدياتور؟ طبعا يا اما الاسوسيشن، في جفرمنت اورجانيزيشن، في البرايفت سيرفيسز اون ذا انترنت ان انت بتاخده والله، ممكن تاخده مثلا طرف حكومي، مثلا منظمه حكوميه او منظمه شبه حكوميه، مثلا زي اللجنه، مثلا بعض اللجان اللي موجوده زي المحكمه اللي موجود الطرف من وزاره العمل مثلا، لو الشركات فيها مشاكل مثلا في الكلام ده كله، راجل اكسبرت انا عارفه في منظمه معروفه ان هي في بتحكم ما بين الناس، زي اللي احنا بنقول عليها الخبير فلان، اللي هو بيبتدي ان هو يروح ونديله المعلومات او نقول له تعالى خد المعلومات وحكم ما بينهم. لازم يكون بعض الحاجات متوفره، ان يعني موضوع مثلا زي ان هو محامي او لا مش شرط، لازم يكون خبير في المجال اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو بيبقى في ليجل نوليدج يفضل، بس مش هو ده الاساس. الكومن يوزز اوف ميديشن اللي هو بنعمل الكولكتيف بارجنج ديسبيوت، والله بنجمع الحاجات الادله عشان نتناقش مع الديسبيوت دي. في مثلا انشورنس كليم ديسبيوت، الكوميرشال كونتراكت بروبلمز، الامبلويمنت ديسبيوت، الانفايرمنتال ديسبيوت، ايه دي الحاجات الاساسيه اللي احنا بيبقى عليها بنروح للميديشن. ليه مثلا؟ لان الحاجات دي بتبقى اسهل، مثلا امبلويمنت بدل ما تبقى محكمه وتبقى انت في مشكله، او الانفايرمنتال مثلا بدل ما تبقى في مشكله ما بينك وبين الحكومه مثلا، لا انا والله من الاول ببتدي اروح لميديشن، والله يقول لي لا انت مثلا الحاجه دي موجوده عندك، بس لو سمحت انت عليك الحق عليك، لان المشكله دي بتعمل مشكله بيئيه، وطب الافضل ان انت تعمل واحد واثنين وثلاثه، او تلجا لمثلا منظمه بيئيه او مكتب خبره مثلا بيبتدي يحل لك المشكله دي. الادفانتج والديس ادفانتج. ادفانتج اللي هو بيبقى ابليكابل تو اولموست ديسبيوت، ان في حاجات كثيره قوي ممكن تعملها، ان يوسفول فور مالتي بارتي ديسبيوت. الميدياتور ممكن فيصل يبقى محامي وممكن ما يبقاش محامي، هو الاساس طبعا لو في باك جراوند للمحاماه او عنده باك جراوند قانونيه طبعا هيبقى افضل، لانه هنا في الحاله دي بيبقى عنده خبره بالقوانين، فممكن ان هو يفيدك في ازاي في صياغه الحل النهائي. لكن لو مثلا مش محامي مفيش مشكله، المهم انه يبقى خبير في الموضوع ده، يعني مثلا ما يبقاش انت بتتكلم في نظام العمل والعمال وجايب مثلا خبير في الزراعه ما يعرفش اي حاجه. انت لو تجيب ادمنستريتور مثلا او اتش ار مانجر او اتش ار دايركتور في شركه هيحل لك الموضوع ده، في مثلا في الامبلويمنت مثلا بروبلمز. يوسف فور مالتي بارتي ديسبيوت، والله في اكتر من طرف، فوالله الميدياتور بيبقى موجود ما بينهم، وهو في الحاله دي بيتعامل مع اكتر من طرف بيبقى احسن. بوتنشال فور كرييتيف سولوشنز، السولوشنز ذات نفسها اللي بتطلع من الميدياتور غير اللي بتطلع من القضاء، يعني القضاء بيقول لك لا انت الحق عليك وهتدفع كذا، لكن لا هو ممكن يقول لك والله انت ممكن تعمل الحاجات دي بالطريقه دي او تعوضه بالطريقه دي، بيبقى حاجه احسن. نون ادفيرسيال، ما فيش اي حاجه اللي هو بنقول عليها الاجراءات المضاده، الافويدز وين لوز اوت كم، يعني ممكن هنا بتوصل لمرحله ان ما بيبقاش طرف كسب وطرف خسر، لا ممكن يبقى فيه وين وين اوت كم او وين 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 ريليشن شيب، ان الطرفين كسبوا. Allow for continuing relationship، انا والله طبعا كميدياتور العلاقه ما بينكم طيبه وانتوا ما اخترتوش طريق المحاكم اللي تعملوا مشاكل او دوشه او حاجه زي كده. Less expensive time consuming، طبعا ان الراجل بيبقى متخصص بيبقى بيدخل في الموضوع ده مثلا بياخد منه مثلا اسبوعين، الحاجه اللي بتدفع بتبقى اقل بكتير من الدفع للمحامين واجراءات التقاضي والكلام ده كله. Online dispute resolution providers، يعني انت ممكن تبعت لميدياتور على الاونلاين، يعني مش لازم تروحه وتعمله، لا الراجل بتبعت كل الدوكيومنتس اللي موجوده وبتبعت له الحاجات اللي هي بتفيد الطرف بتاعك، مش بتبعت كل حاجه، ان انت اللي صح والطرف الثاني اللي مش الطرف الثاني اللي غلط.
انا هي المعلومات اللي عندي وده اللي حصل. الطرف الثاني بيقدم المعلومات اللي عنده برضو ان هو برضو على حق. مش زي المحكمه، المحكمه بتقدم ان الثاني هو اللي غلط وانت 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 التعاقد بتاعك صح. Disadvantage glosses over fundamental structure conflicts. والله في بعض الاحيان بيبقى في الكونفليكتس الموجوده وممكن ما توصلش الحل، ففي الحاله دي ان انت ممكن ما يبقى الحل بتاع الميديتور مش ما فيش اجريمنت عليه، مش ملزم ليك. Misleading impression of equality of parties. في طرف ممكن يكون عنده طريقه للاقناع افضل من الطرف الثاني، فالراجل ده ممكن ان انت تعمل misleading impression. لا انا اللي هعمل وعملت كذا وخلاص، هو فانت بيبتدي ان يبتدي عنده في الامبريشن ان هو الطرف الثاني اللي غلطان. Subject to abuse by bad faith of one party. اللي لو في bad faith ل one party فهو في الحاله دي بيبقى فيه مشكله، وان ان دي بتعمل مشكله في المستقبل. تمام ولا نعدي؟ Arbitration. Arbitration ان disputing parties submit to their agreement to mutually agreed upon neutral decision maker or one provider for by statute. بمعنى اصح ان انت والله الاربيتريشن دوا ان انت بتعمل agreement، بتقول والله احنا هنروح لهيئه التحكيم اللي موجوده مثلا في جنيف، فهيئه التحكيم اللي موجوده في جنيف هي دي اللي هتحكم ما بيننا. مثلا زي لو احنا نتكلم مثلا على unemployment مثلا او المشاكل، في حاجه اسمها محكمه العمل الدوليه، ده كاشهر arbitration خاص بالemployment. محكمه العمل الدوليه دي موجوده في لاهاي في هولندا. فانت انا مثلا موظف وانا مثلا شغال في شركه مالتي ناشونال وعندي مشكله ما بيني وبين الشركه، طب خلاص انا هروح arbitration. طب هتعملها فين؟ انا هعملها مثلا في محكمه العمل الدوليه اللي في لاهاي. الكلام ده بيبقى مكتوب. الديسيجن ميد باي الاتريبيوتر بيبقى انفورس الاوردز اللي بيبقى موجود وبيبقى انفورسبل للناس. يعني بمعنى ان انا لو عملت تحكيم والتحكيم دوا قلت ان الطرف دوا هو اللي غلطان وهو اللي هيعوض الطرف الثاني، فالطرف الثاني بيدفع. Proceedings are private not public. ان الكلام ده بيبقى privately، ما فيهوش مشكله. الويتنسز والايفيدنس از بريزنتد، انا والله ببعت الشهود بتوعي، ببعت الايفيدنس بتاعي. ديسيجن ريندرد وذين 30 دايز، انا والله خلال 30 يوم بنخلص كل الموضوع ده، ما بقعدش في المحاكم وممكن استنى سنه وسنتين وثلاثه. ايه اللي بيحصل؟ ايه الاسباب ان الاربيتريتور ديسيجن والله بيقول نوت از كونسترايند باي بريسيدنس لايك جادج، since the arbitrator is interested in resolving a factual dispute. الراجل دوا غير الجادج، الراجل دوا interested انه يحل، الناس متفق ان هو كاربيتريتور بيحل المشاكل دي وبطريقه افضل. الاربيتريتور is more interested than a judge in preserving an ongoing relationship with the parties. العلاقه ما تبقاش علاقه تنافسيه، العلاقه تبقى اكتر من علاقه تعاون، ان العلاقه بتفضل زي الميدياتور كده ما حصل. هي او شي وونتس تو مينتين ا ريبيتيشن اوف بينج فير تو بول سايدز. ان هنا الراجل بيقول لك انا بناء على الادله اللي قدامي حصل واحد واثنين وثلاثه واربعه. شباب الكلام مفهوم؟ طب انتوا مشيتوا؟ واضح. طيب شكرا يا فيصل. طبعا الاربيتريتور طبعا عشان سمعته فلازم ان هو يكون فير، لازم يكون فير، اللي ما عندوش اي سوء نيه، ما عندوش تحيز لطرف قصاد طرف، لا هو بيحكم بناء على الادله اللي موجوده قدامه زي القاضي. بس هو الراجل طبعا عشان يجوا له تاني، الناس تجي له تاني، ما يبقاش فيه مشكله، ما يبقاش فيه سوء. الريزلت في كوربشن والفرود اور اذر اند يو مينز، طبعا الاربيتريتور هنا بيبقى لحد ما بعض الاحيان بتبقى راجل متخصص غير المحكمه، المحكمه بتحكم بالقوانين، لكن انت مثلا ممكن تروح لاربيتريتور متخصص في الفروض. مثلا ممكن هشام ربنا يكرمه قدام ويبقى اربيتريتور على الفروض، اي كيس فيها فروض ممكن تروح لهشام ويبتدي ان هو يحكم فيها كمحكم.
arbitrator exhibited bias or corruption. الراجل لا بيبقى في نوع من الكوربشن، مفيش اي نوع في الفساد، ومفيش نوع مثلا ان انت مثلا تقدم له رشوه فيحكم لك، في نفس الوقت مفيش اي نوع بياخد طرف قصاد طرف تاني، لا هو بيبقى محايد. ايه الاسباب اللي بيترفض فيها؟ اللي بيترفض فيها postpone the hearing despite sufficient cause. والله في بعض الاحيان انا بقف، ما انا مش عايز ان انا اعمل في sufficient كيس، انا مش عايز اعملها. الحاجه الثانيه ان انا الحاجه الثانيه بعد كده بتكلم مثلا ان في evidence او material بيبقى فيها dispute or acted to prejudice the rights of one party. انا والله في هنا عندي مشكله ان انا طرف بيقول لي انا خلي بالك الطرف الثاني عمل لي المشاكل الفلانيه، انا بقول له لا قدم لي حقوقك ايه، ما تقوليش الطرف الثاني ضرك في ايه، انت قول لي الكيس اللي عندك. والله انا عامل عقد، العقد ده مثلا مع الحكومه، مثلا الحكومه المصريه، والحكومه المصريه المفروض ان هي توفر لي الاراضي الفلانيه بالسعر الفلاني. الحكومه المصريه جت قالت لك لا انا مش هوفر لك الاراضي دي. طب هنا الحكومه حصل فيها ايه؟ طب ليه ما عملتلوش؟ ما تقدرش تقول له اصل هو قعد الارض وخدها 10 سنين وعمل، انت بتقول له لا دي والله احنا عرضنا الارض هو اللي ما كملش، شكرا، في عقد بيقول الكلام ده، السلام عليكم، وعليكم السلام. لكن ما تقدرش تقول له والله ايه انا عندي في ايفيدنس ان الراجل دوا في سوء نيه فحصل كذا، دي ما بتتحكمش فيها. الاربيتريتور ما بيقول ما بيرفض. الاربيتريتور اكسيدد اور فيلد يوز اوثوريتي تو ميك ميوتوال فاينل اند ديفينيت اوردر. والله انا مش قادر احدد كاربيتريتور ان في حكم نهائي او تسويه او طرديه نهائيه على الكيس دي. في الحاله دي الاربيتريتور بيقول لك انا اسف انا ما بقدرش، او انت حتى كمان ان الراجل يقول لك طب خلاص الاربيتريتور المحكم رفض نتيجه ان هو مش قادر يوصل حل نهائي. فهنا في الحاله دي بندخل على الطرق الثانيه، هي غالبا بتبقى الطرق القانونيه اللي هي بتخش بقى في المحكمه اللي هو الترايلز. سكيورنج اربيتريشن، الكلام ده يمكن ايه اللي بيحصل؟ طبعا احنا عندنا في بايندنج للاربيتريشن كلوز اللي هو البروفيجن ان ا كونتراكت mandating that all dispute arising under the contract be settled by arbitration. ان كل الحاجه دي والله كل الديسبيوت دي احنا هنحلها موجوده في العقد عن طريق المحكم مش عن طريق محكمه ثانيه. لا والله احنا زي مثلا العقود اللي بتتعمل مع المستثمرين مع دول احسن لهم طبعا ان هم ما بيعملهاش في الدول، بيقول لك لا انا هطلع للمحكمين الدوليين. ليه؟ لان في الحاله دي بيبقى في نوع من الـ الافضل ليهم، لان هو هنا في الحاله دي بيبقى يقدر يثبت حقه قدام الدوله بطريقه افضل. لكن لو في الدوله ذات نفسها بيبقى بيضطر اسف ان هو يدخل محكمه اداريه ودي ليها شروط ثانيه. فهنا في شرط مثلا بتقول ان اي اختلافات او اي مشاكل احنا هنروح للمحكمين. لو في اجريمنت لوحده الحاله الثانيه، ان يعني في اجريمنت لوحده ان بيقول لك في سيبريت اجريمنت بروفايدنج ذات سبيسيفيك ديسبيوت بي ريزولفد ثرو اربيتريشن. والله لا انا مش كل المشاكل، لكن لو حصل المشكله دي انا هروح للتحكيم، لكن الباقي المشاكل مثلا في المحكمه الفلانيه اللي هي مكانها كذا. طبعا احنا عندنا السليكشن بتاعه، زي بيعمل السليكشن بتاعه الاربيتريتور. طبعا الاربيتريتور ان انت عشان تختاره لازم طبعا غالبا بيبقى قاضي قديم او قاضي ان هو تم وقف قبل، قاضي متقاعد، او ان هو راجل استاذ في الجامعه، او ان هو راجل بروفيشنال في المجال ده، زي ما احنا قلنا من شويه. السليكشن بيبقى سليكشن للاربيتريتور واللي بيختاروه في التاريخ والتايم والبليس. يعني والله
انا هختار احنا واحنا بنختار المحكم الدولي اللي موجود في دوله هولندا او موجود في دوله اوروبا، الدوله الاوروبيه مثلا في امريكا، فلان الفلاني اللي هو في التاريخ الفلاني في الفتره من دي، واللي هيبقى بيحكم لنا مثلا سي مثلا في جنيفا هلم جره يعني. الاجريتو البارتيز اجريتو فولو ذا رولز اوف، طبعا هم لازم بيبقى ليهم نظام معين. النظام ده هو في حاجه اسمها نظامين، حاجه اسمها امريكان اربيتريشن اسوسيشن، وحاجه الثانيه اسمها فيدرال ميدييتور اند كونسيليشن سيرفيسز. الدوله الاساس ايه الرولز اللي انا بعمل بناء عليها الاربيتريشن. طبعا في كود اوف ايثكس اللي احنا بنتكلم عليه، ان الكلام يبقى ما فيش انترست مثلا، ما يبقاش القاضي مثلا الشركه الميدييتورز اللي فيها هو ليه في مثلا، لو احنا بنتكلم يجي نقول له والله هو كان مشتري مثلا اسهم في الشركه اكس، وشركه اكس والشركه واي جولوا، فيقول لهم لا انا اسف يا جماعه، انا ليا انترست في الشركه اكس، فانا ما اقدرش ان انا ابقى الاربيتريتور، دور لكم على واحد تاني. طبعا الكوميونيكيشن بتبقى بطريقه واضحه للكل وقدام الكل، يعني مثلا ما ببعتش ايميل مثلا للشركه اكس والشركه واي بحجب عنها، لا بيبقى اكس وواي موجودين في الحاجات دي كلها. الريليشن شيب ما فيش انترست فيها، ما فيش بايوس، ما فيش اي علاقه مثلا انا ابن خالتي مدير في الشركه واي اللي انا بحكم لها. طبعا اغلب الحاجات ودي اشهرها اللي هي الليبر ديسبيوت، البيزنس كونفليكتس، الكونسيومر كومبلينز، الامبلويمنت ديسبيوتس، الفيريوس ماترز اللي هي زي التورت والكونتراكت كيسز. الكونتراكت كيسز طبعا في اللي هي اغلبها اللي هي موجوده في السيفل ليتيجيشن، ودي احنا بنشوفها في بعض البرامج اللي موجوده في امريكا، ان في راجل موجود طبعا هو ما بقاش قاضي، بس احنا بيديله صفه قاضي مثلا مدني او بيبقى محكم، بيجي الناس قدامه يقول له والله انا حصل مني كذا من الطرف الفلاني واحد واثنين وثلاثه، الطرف الثاني بيقول له لا حصل كذا كذا كذا، وبيحكم ما بينهم. في برامج موجوده عليها. ايه المشاكل اللي بتحصل لها؟ انه والله في مثلا الديسكريميشن كيسز، انه والله انا قاضي والقاضي دوت للاسف عنده مشاكل مثلا مع السود، قاضي اسرائيلي مثلا وعنده مشاكل مع العرب. هلوم مجرة يعني. ان في عندك الامبلويمنت ترمينيشن كيسز، الامبلويمنت ترمينيشن كيسز اصلا اغلبها بتبقى فيها مشاكل كبيره، ان في بعض الاحيان الشركات بتعمل ترمينيشن القوانين المحليه بتحكم لها بيها، يعني مثلا لو حصل ري اورجانيزيشن، فمثلا زي مثلا نظام العمل والعمال من حقه ان هو الراجل والله عملنا ري اورجانيزيشن وملوش مكان، انا مش هقعده خلاص وبعمل ترمينيشن اوف كونتراكت، فخلصت كده. الانترستد ان هارمد باي allowing an industry to use arbitration. في بعض الناس بتعمل الكلام ده عشان تعمل مشاكل مع صناعة معينة بطريقة ما، مثلا أنا عندي مثلا صناعة زي صناعة السيجار، وأنا عندي مشكلة كدولة أو كراجل ومش عايز إن أنا أعمل الصناعة دي، فببتدي إن أنا أعمل مشاكل وأوصل للأربيتريشن عشان أعمل مشاكل مع الصناعة دي وما أدخلهاش بلد. الكونسرن ويز اربيتريتور باك جراوند، الراجل في بعض الاحيان الباك جراوند بتاعته بتبقى فيها مشكله، فالراجل ممكن يبقى فيه مشكله. ابسنس اوف ريتن اوبينيونز، ان عكس المحكمه الراجل هنا بيحكم لك بالكلام فيربال وممكن يكتبه لك، لكن المحكمه مثلا لو انت تبص عليها في حاجه اسمها مقدمات الحكم اللي هي الحيثيات اللي احنا بنقول عليها بالعربي. الحيثيات بيقول لك ان في حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وبناء عليه حكمنا بده. شباب احنا قدامنا نص ساعه ونخلص الجزء ده، وبعد اذنكم معلش انا عارف ان اللو غلس شويه الكيسز بتاعته، فهنكمل الجزء ده بس عشان الناس، انا عارف في ناس بتنام بدري، فهنكمله ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 1:30. ها تمام اوكي. الميني ترايلز، الميني ترايلز دي اللي احنا بنقول عليها محاكمات
صغيره. السيتلمنت اوثورتي هنا يوجوالي ريسايد باي والسينيور اكزكتيف الديسبيوتنج مع الكوربريتس. ان احنا بنقول والله حاضر لو انتوا عايزين تقفوا بس انا هي الاثنين حاضر. يعني هو بص يا جماعه بص هي احنا بنتكلم اربيتريشن احنا ممكن في حاجات نعديها وممكن انتوا تقروها يعني مفيش مشكله. لا عادي انا ما عنديش مشكله فيصل الكلام احنا كلنا مع بعض. فهو بص الشابتر يعني الحاجات فيه سهله وبسيطه يعني ما فيهوش مشكله. يعني ادي مين ترايلز ادي 1 2 3 4 5 6 7 7 7 ممكن تاخد لها حوالي بتاع مثلا 10 دقائق ربع ساعه. تمام يا جماعه اوكي خلاص نقفل الشابتر ده وبعدين نقف. ويوم باذن الله يوم الجمعه الساعه 1:30 الميني ترايلز ان احنا عندنا هنا في ميثودز اللي احنا بنشتغل عليها. فالميني ترايلز دي ان احنا بنتكلم ان في بعض الاحيان بنعمل حاجه اسمها محكمه صغيره. المحكمه الصغيره بتبقى يعني اقرب شويه يعني هي ما بتبقاش اربيتريشن بس بتبقى ضمن المحكمه. بس افضلها ان هي اولا بتوفر لنا وقت بتوفر لنا مجهود وتوفر كمان فلوس. تمام implemented by court rule الكورت annexed ADR الكلام ده كله ان احنا طبعا هنا بقى بنتكلم قانون محكمه قانون بيتطبق في قاضي بيتعمل عليها الكلام ده كله. ان احنا بنقدم زي ما مذكرات مثلا بيتحكم بيها. طبعا الريكويرمنت طبعا مختلفه ان المحكمه هنا ليها نظام معين وطريقه معينه والمحامي هو اللي بيقدم فيها الكلام ده كله واللي بيحكم فيها قاضي. فما ما اقدرش اعمل الكلام ده كله بيختلف. طبعا الكلام ده سواء بقى كميني ترايلز كبرايفت ترايل هي نفس الكونسبت بس مع اختلافه شويه. ان البرايفت ترايل دي بتبقى حاجه خاصه وبتبقى ان احنا بنبتدي نشتغل لوحدينا ويبقى القاضي موجود مفيش حاجه ان بابليك. طبعا لو دخلنا بقى بعد كده على الجزء الخاص بينا اللي هو اخر حاجه اللي هو بنحكم اللي هي الجوري ترايل اللي بيبقى فيه لجنه محلفين. فطبعا هنا احنا ايه دخلنا في كيس ثانيه. اولا بتبقى الموضوع رغم ان هو بيبقى كويس وكل حاجه لكن هنا بيبقى في مشاكل على مستوى السمعه لان الموضوع هنا بيبقى خلاص بقى علني. الوقت طبعا اللي هنا بياخده لازم شهود ووقت محاكمات والكلام ده كله ولجنه محلفين بتوصل لراي. ففي حاجات كتيره الوقت ذات نفسه الكوست بتاعت الكلام ده كله المحكمين اللي بيبقوا موجودين بيبقوا اكتر من بيبقى موجودين اكتر من الكلام ده كله. كده احنا خلصنا يعني الجلوبال دايمنشن اللي هو بيقول لك لو احنا بنتكلم هنا بيقول لك الاي دي ار اللي هو is widely used in international contract. احنا الكلام ده كله والله عاده بناخده طبعا اساسي الانترناشونال كونتراكت وده الاساس بتاعه. الاربيتريشن اووردز ار ايزلي انفورسبل ان اذر كانتريز ديو تو يو ان تريتي. الولايات المتحده سوري الامم المتحده اليونايتد نيشنز هي اللي بتضمن الاربيتريشن دوت بيبقى انفورسبل. يعني انا حكمت مثلا ما بين مستثمر وما بين دوله ما بيبقاش ان احنا بنقول ان الدوله دي فيها مشكله او الدوله تقول لك لا انا والله مش دافع للمستثمر. لا حضرتك انا اسف التحكيم الدولي او التحكيم اللي حصل لازم تبقى موجود عليه. يعني مثلا مصر في وقت من الوقت اتحكم عليها لبعض المستثمرين تدفع فلوس ودفعت الغرامات اللي هي موجوده عليها. Only limited defenses to enforceability are allowed under the rules. الديفنس اللي موجود بتاعها allowed under الرولز اللي موجوده اللي احنا كنا بنتكلم عليها سواء اللي هي امريكان اربيتريشن اسوسيشن او الجزء الثاني الحاجه الثانيه. فالرولز دي هي اللي بتحكم الموضوع. ما تقدرش ان انت تيجي وتقول لي انا هعمل رول جديده. الكلام ده ما بيحصلش. وكده احنا خلصنا وشكرا لوقتكم وانا متشكر جدا عليكم وعلى الفيدباك بتاعتكم. ان شاء الله انا بكره باذن الله
الصبح باذن الله برضو هبعت الحاجه لمحمد الفولي وهو هيعملها. ان يسر الله الامور.